السلام عليكم ورحمة الله. تسمعوني؟ صوتي واضح كذا؟ طيب، أهلا فيكم جميعا، معاكم بشار شيخ. أنا عضو في فريق الطب النفسي والقائد الحالي للجنة العلمية في فريق الطب النفسي. السنة اللي فاتت كنت الكوليدر حق تيم الطب النفسي. اليوم حيكون اليوم الأول في سلسلة الكراش كورس بالتعاون مع فريق معلم من يصغرني، الله يعطيهم العافية على استضافتنا. وعنوان محاضرتي اليوم Simplified Principles of Psychiatry. بسم الله. الأوتلاين أو المواضيع اللي حتكلم عنها، أول شيء راح أبدأ عن الديبريسيف ديس أوردرز، بعد كذا راح أتكلم عن الباي بولر والريليتد ديس أوردرز، بعد كذا حنتكلم عن الانكزايتي ديس أوردرز والسكيزوفرينيا سبيكترم أند أذر سايكوتيك ديس أوردرز، وحننتهي بالبرسوناليتي ديس أوردرز. الديبريسيف ديس أوردرز، أنا أحب أفتح الموضوع باقتباس رائع جدا أتكلم عن الاكتئاب. Depression has been called the world's number one public health problem. In fact, depression is so widespread, it is considered the common cause of psychiatric disturbances. But there is a grim difference between depression and a cold. Depression can kill you. وهذه حقيقة يعني شيء مهم إننا نكون كلنا عارفين إنه الاضطرابات الاكتئابية ممكن تؤدي إلى وفاة الشخص في النهاية إذا ما تعالجت من البداية، وإذا ما صار لها مانجمنت كويس من البداية، لأنه لها كومبليكيشنز كثيرة جدا. والمشكلة الثانية إنه الاكتئاب منتشر شبه انتشار الكومن كولد، فيعني هذا مرض مرة مهم إننا نتعلم عنه كطلاب عشان في المستقبل أكيد أكيد إننا حنصادفه في مرضان. طيب، الديبريسيف ديس أوردرز الجروب هذا كله هو جروب كبير، فيه له تقريبا اكثر من خمسه ديس اوردرز، ويتميز بانه فيه بريزنس اوف ساد امتي اور اريتبل مود، بالاضافه الى تشينجز سيجنيفيكنتلي افكت ذا انديفيدجوالز كاباسيتي تو فانكشنز. ايش يعني؟ الحزن هذا او العصبيه هذه او الفراغ تؤدي الى انه في النهايه الكاباسيتي حقتنا إن نعمل في يومنا ونمارس نشاطاتنا اليومية تتدمر أو تصير شبه غير موجودة أو تتأثر سلبيا. أول مرض نتكلم عنه هو أهم مرض، اللي هو الميجر ديبريسيف ديس أوردر، اختصاره MDD. الاسمين الثانية يونيبولر افكتيف ديس أوردر أو يونيبولر ديبريسيف ديس أوردر. يونيبولر يعني أحادي القطب، اسم المرض بالعربي الاضطراب الوجداني احادي القطب، وحنتكلم طبعا عن امراض ثنائيه القطب، لكن اللي ابغاكم تعرفوه انه الميجر ديبريسيف ديس اوردر هو الاضطراب احادي القطب الوجداني. ايش هو هذا الاضطراب؟ يكون عندنا بريزنس اوف ميجر ديبريسيف ابيسود، ميجر ديبريسيف ابيسود يعني نوبه اكتئاب فور ات ليست 2 ويكس. طيب، عندنا دايجنوستيك كرايتيريا، الدايجنوستيك كرايتيريا عباره عن عده سيمتومز، عده اعراض لازم تكون موجودة عشان نشخص انه والله هذا الشخص صار له ميجر ديبريسيف ابيسود لمدة اسبوعين، بالتالي نقدر نقول عليه انه هذا الشخص اصيب باضطراب الاكتئاب الوجداني او الاضطراب احادي القطب الوجداني. الاختصار اللي هو DASIG CABS. لازم يكون عندنا واحدة من DA بالاضافة الى خمسة من SIG CABS او SIG CABS، ولازم الأعراض هذه ما تكون ناتجة عن حالة طبية. مثل إيش؟ مثل أمراض الغدد الصماء، تمام؟ الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم، هذه تؤدي إلى وجود أعراض اكتئاب. وطبعا في لستة طويلة يعني غير الهايبو والهايبر، ولكن أبغاكم تعرفوا هذه الاثنين بالضبط لأنها موضوع أسئلة في الاختبارات دائما. ولازم في البيشنت هذا إذا بنشخصه نسأل هل قبل كذا جاتك نوبة هوس مانيا أو هايبومانيا؟ طبعا حنتكلم عن نوبات الهوس قدام في الباي بولر. وآخر شيء إنه مع وجود الأعراض هذه
لازم الاعراض هذه هل ادت الى انه حياه الشخص هذا تاثرت سلبا ولا ما تاثرت سلبا؟ طيب ايش الدايجنوستيك كرايتيريا هذه؟ هذه هي دي اي دي اي اس اي جي كابز. اوكي، دي يعني ديبريشن. ايش نقصد بديبريشن؟ ديبريشن يعني لو مود، تمام، مزاج منخفض او مزاج امتي زي ما قلنا في اول سلايد. ايه يعني انهيدونيا؟ انهيدونيا معناها انه inability to feel pleasure، النشاطات اللي نستمتع فيها زمان ما عاد صرنا نستمتع فيها زي اول. الاس انسومنيا اور هايبرسومنيا، الهايبرسومنيا اللي هي زياده النوم، والانسومنيا قله النوم. جي قلت الشخص المصاب بالاكتئاب يصاب بالقلق، يصاب بانه يشعر بذنب مع انه ما سوى حاجه غلط. اي يعني انرجي امبيرمنت، يعني فتيق باختصار. سي اللي هي كوجنيتيف اور كونسنتريشن ديكلاين. اي ابيتايت اور ويت جين اور لوس، زياده الوزن يا بالفقدان الشهيه، عفوا زياده الوزن يا بزياده الشهيه يا نقصان الوزن بفقدان الشهيه، والتوتال يكون على الاقل 5% من توتال بودي ويت. عندنا سايكوموتر امبيرمنت، السايكوموتر امبيرمنت يعني عنده دلالات كثيره، ابسطها العصبيه، تمام، واخر شيء السويسايدال ايديشن. السويسايدال ايديشن نقصد فيه الافكار الانتحاريه، وممكن يصير حتى انه الشخص هذا يعمل محاولات انتحاريه او يحاول ينتحر. عندنا سب تايبس، ما حنقول ميجر ديبريسيف ديس اوردر ونسكت، لا، احنا عندنا انواع من الميجر ديبريسيف ديس اوردر، لكن اللي حنتكلم عنهم اليوم اثنين، اللي هو الميلانكوليك فيتشرز والايتيبيكال فيتشرز. اول شيء نتكلم عن الميلانكوليك فيتشرز. كلمه ميلانكوليك يعني سوداوي، تمام، الاكتئاب بحد ذاته يعني يعتبر مرض سوداوي، يعني في له ديبريشن، في له لو مود، في له انهيدونيا. لكن السب تايب هذا تحديدا عشان نشخصه، عشان نقول انه البيشنت هذا اللي جانا عنده ميلانكوليك فيتشر، لازم نتبع الدايجنوستيك كرايتيريا هذه. اوكي، اول شيء انه يكون في ام دي اي اللي هي الميجر ديبريسيف ابيسود، اللي هي هذه الكرايتيريا اللي تكلمنا عنها، هل هي موجوده؟ موجوده لمده اسبوعين، خلاص نشيك على الكرايتيريا هذه بوزيتيف، بالاضافه الى اي اور بي اند ثري سيمبتومز. عندنا هنا A B وعندنا 6 symptoms، نحتاج يا A يا B وثلاثة من symptoms الباقية. A anhedonia نفس اللي تكلمنا عنها قبل شوية، B lack of reactivity to usual pleasurable stimuli. إيش يعني؟ كلنا في يومنا أو في أيامنا بتصير أشياء بتزعلنا، وبتصير أشياء بتفرحنا، أشياء بتضحكنا، ممكن حتى أشياء تبكينا، هذا طبيعي. الشخص اللي عنده ميلانكوليك فيتشرز، ميجر ديبريسيف ديس اوردر وذ ميلانكوليك فيتشرز، ما يحس بمود رياكتيفيتي، مهما تسوي له مهما تحاول تبسطه ما يحس بالبليجر هذا، او يحس بالرياكشن للبليجر. طيب باقي السيمتومز، باقي السيمتومز نحتاج منها ثلاثه. الديبرست مود كاركترايزد باي ديسبير، ديسبير يعني شعور باليأس، شعور عندنا شعور اكتئاب، والاكتئاب هذا يتميز انه فيه شعور باليأس كمان. السيمتوم الثاني انه الدبريشن يكون أسوأ في الفتره الصباحيه. السيمتوم الثالث early morning awakening، بمعنى انه الشخص هذا مثلا كان متعود انه يصحى الساعه 6، يصير at least 2 hours، ساعتين قبل الموعد المعتاد يصحى، تلاقيه يصحى مثلا 4 3 ونص 3 حتى، المهم انه يصحى بدري بساعتين عن الموعد اللي كان دائما يصحى فيه. اربعه بوزيتيف سايكوموتر اجيتيشن اور ديستربنس زي اللي تكلمنا عنها فوق. خمسه لوس اوف ابيتايت اور ويت لوس، وسته اكسسيف جلد. لو تلاحظوا الكرايتيريا هذه حقت الميلانكوليك فيتشرز كانك ترجع تاكد اشياء من الكرايتيريا الاصليه، هل هي موجوده ولا ما هي موجوده؟ تمام؟ الان خلونا نتكلم عن الاي تيبيكال فيتشرز. الاي تيبيكال فيتشرز تقريبا هو عكس الميلانكوليك فيتشرز. اول شيء طبعا في الدايجنوستيك كرايتيريا حقت الاي تيبيكال فيتشرز لازم يكون عندنا ميجر ديبريسيف ابيسود، ممتاز، بالاضافه الى حرف اي وتو سيمبتومز.
حرف A اللي هو مود رياكتيفيتي ان ريسبونس تو بوزيتيف ايفنت. قبل شويه في الميلانكوليك فيتشرز لو نرجع، حرف B لاك اوف رياكتيفيتي. هنا عندنا في مود رياكتيفيتي، يعني الشخص اللي عنده اتيبيكال فيتشرز في الاكتئاب ممكن لو سويت له بوزيتيف ايفنت، حاجه تضحكه او بليجربل ايفنت، يكون في مود رياكتيفيتي، المود حقه يتحسن. طيب نحتاج تو سيمتومز كمان. ايش في عندنا سيمتومز؟ عندنا انكريزد ابيتايت وانكريزد ويت. اوكي، عندنا هايبر سومنيا. الهايبر سومنيا اللي هي زياده النوم عكس الانسومنيا. اوكي، رقم ثلاثة ليدن باراليسيس. المقصود بليدن باراليسيس اللي هو انه ثقل في الاطراف في اليدين والرجلين. اربعة بوزيتيف سايكوميتر اجيتيشن اور ديستربنس زي اللي قبلها. خمسة لونج ستاندينج هيستوري اوف انتر بيرسونال سنسيتيفيتي، يعني انه الشخص هذا يكون عنده حساسية تجاه الانتقاد، وتكون يكون في لونج هيستوري. اوكي، يعني prior to diagnosing of depression ممكن حتى. طيب الآن حنتكلم عن الجنرال مانجمنت. الجنرال مانجمنت أول شيء يكون في له لايف ستايل موديفيكيشن عن طريق الاكسرسايز والمايندفولنس بيست ستريس ريدكشن والسليب هايجين. وعندنا البيولوجيكال، البيولوجيكال يقصد فيها الفارماسيوتيكال يعني الميديكيشنز. الفيرست لاين الاس اس ار اي، احفظوها دائما، فيرست لاين اس اس ار اي. سكند لاين اس ان ار اي. متى نستخدم السكند لاين؟ لو جربنا اكثر مثلا من دواء او جربنا دواء من الاس اس ار اي والبيشنت ما تحسن، متى نقيس التحسن؟ في تقريبا في الاسبوع الرابع الى الاسبوع السادس من استخدام الدواء. السايكولوجيكال مانجمنت يكون سايكوثيرابي، من انواع السايكوثيرابي اللي هو السي بي تي، الانتر بيرسونال سايكوثيرابي، البيهيفيرال اكتيفيشن والديناميك سايكوثيرابي. وافضل شيء انه يكون كومباينيشن اوف سايكولوجيكال اند بايولوجيكال ثيرابي از مور افكتيف ذان وان تايب اوف ثيرابي. في الاختبارات ايش افضل تريتمنت؟ ا كومباينيشن اوف سايكوثيرابي اند اس اس ار اي اور ار دراجز ممكن. ولازم دائما اي بيشنت يجيك في العياده، اي تخصص في الدنيا حتى لو ما انت سايكاتريست، قال لك انه والله دكتور انا بشتكي من اعراض اكتئاب، وذكر لك بعض من اعراض الاكتئاب اللي تكلمنا عليها، لازم تسوي له تيست للثايرويد ديزيز، لانه الهايبر ثايرويديزم والهايبو ثايرويديزم كان كوز ديبريشن. اوكي، واذا انحلت المشكله هذه حقت الثايرويد ديزيز اعراض الاكتئاب حتروح. طيب عندنا سبيسيفيك مانجمنت. السبيسيفيك مانجمنت هذا يعتمد على البيشنت نفسه، ايش هو حاله البيشنت هذا حاليا، وهي على اربع اقسام. القسم الاول انه يكون البيشنت هذا، طبعا انت خلاص شخصته وعارف انه انت انه البيشنت هذا عنده اكتئاب، وقال لك يا دكتور انا عندي نوايا انتحاريه وترى انا ابغى انتحر. فحتسال البيشنت انه هل انت عندك خطه انتحار؟ هيقول لك ايوه يا دكتور، مثلا انا ضابط وترى انا عندي مسدس في البيت، انا حدخل الغرفه وحقفل على نفسي وحطخ نفسي. هذه الخطه ممكن تتعمل فعلا. اوكي، خطه عقلانيه انه والله هذا عنده التولز وعنده المقدره انه يروح يحبس نفسه ويطخ نفسه. في هذه الحاله على طول hospitalization against the patient's will، للطبيب النفسي الحق اوكي في انه ينوم المريض غصبا عنه اذا كان يعني يشك انه المريض هذا ممكن يكون خطر على نفسه او خطر على باقي المجتمع. تمام، وفي هذه الحاله الانتحار يعتبر خطر على نفس المريض. القسم الثاني يكون في افكار انتحاريه ولكن ما في خطه للانتحار. الخطه للانتحار ممكن البيشنت يقول انه انا والله يا دكتور ابغى انتحر. تمام، كيف انت تبغى تنتحر؟ والله ابغى اطلع، ابغى اسرق طياره وابغى اطير فيها وارمي نفسي في البحر. هل انت تعرف تسوق طياره؟ لا. هل انت تقدر تسرق طياره؟ لا. معناها هذه الخطه مستحيله. او مثلا يقول والله يا دكتور انا بس عندي افكار انتحاريه كذا، احس نفسي اموت. خلاص هذا ما هو هاي ريسك، ما هو خطر عالي انه ممكن ينتحر، فبالتالي ما نسوي له هوسبيتاليزيشن، نسوي له سيفتي كونتراكت، انه نقول له اوكي احنا حنصرف لك الادويه
وحنحط لك اللي هو السايكوثيرابي، العلاج النفسي. لكن لو حسيت انك ما انت مظبوط، حسيت انه الرغبات الانتحاريه هذه زادت وممكن تسويها، اتصل علينا وتعال على الطوارئ. طيب الحاله الثالثه اللي هي نو سوسايدال ايديشن، ما في افكار انتحاريه ابدا، خلاص انت كذا مطمن ان المريض هذا ما راح يقتل نفسه باذن الله. حتوصف له الاس اس ار اي او الاس ان ار اي على حسب ايش تفضيل المريض، بالاضافه الى السايكوثيرابي. طبعا الالتيميت ثيرابي، نكرر مره ثانيه، الادويه مع السايكوثيرابي، الادويه مع العلاج النفسي، هذا افضل شيء. بعض البيشنتس يقول لك والله دكتور انا ما افضل الادويه، تسوي له سايكوثيرابي لحاله. بعض البيشنتس يقول لك والله يا دكتور انا عندي مواعيد والتزامات كثيره ما اقدر اجي اسوي سايكوثيرابي، خلاص تعطي له الادويه. اخر شيء اللي هو التريتمنت ريزيستنت ديبريشن، الاكتئاب المقاوم للعلاج. هذه الحاله حقت الاكتئاب، اذا متى نقول انه هذا الشخص عنده اكتئاب مقاوم للعلاج؟ اذا البيشنت هذا حقنا جربنا معاه تو كورسز اوف ميديكيشنز، دوائين مختلفه، ومشينا جربنا 6 اسابيع وما في تحسن لا على هذا الدواء ولا على هذا الدواء، نبدا نقول انه هذا اكتئاب مقاوم للعلاج ويتعالج بالاي سي تي، بالعلاج الكهربائي، بالعلاج الصعقات الكهربائيه. ما حنفصل فيه، تفاصيله كثيره، ابحثوا عنه لو حابين، لكن كذا انتم عارفين السبيسيفيك مانجمنت. طيب الان نبغى نتكلم عن البريسيستنت ديبريسيف ديس اوردر، الاضطراب الاكتئابي المستمر، اسمه الثاني ديستاينيا. ايش فكره هذا الاضطراب؟ هذا ممكن احيانا تلاقوه في الكتب يسموه كرونيك ديبريشن، الاكتئاب المزمن، اوكي، وهو يستمر لمده سنتين على الاقل سنتين، ولكن حده الاعراض الموجوده في البريسيستنت ديبريسيف ديس اوردر اخف من الميجر ديبريسيف ديس اوردر. يعني الاعراض الاكتئابيه الموجوده في هذا الاضطراب حدتها وتاثيرها على المريض تكون اخف من الميجر ديبريسيف ديس اوردر. الدياجنوستيك كرايتيريا هي از تو ساد، الترجمه لهذه الجمله، الترجمه الحرفيه، هو حزين جدا، لكن ما عليكم الترجمه، انتوا احفظوا هي از تو ساد، وحاقول لكم ايش هي هي از تو ساد. تو رقم 2 must be present and two or more of he said must be present. دحين حنفصل في الكلام هذا، لا تشيلهم. وزي ما قلنا في الميجر ديبريسيف ديس اوردر لازم الاعراض هذه ما تكون ناتجه عن طريق مرض موجود، لازم ما يكون فيه هيستوري اوف مانيا، ولازم الاعراض هذه تؤثر على حياه المريض. هذه الدياجنوستيك كرايتيريا، هي از تو ساد، كل حرف يرمز لعرض معين. اول شيء ركزوا لي على تو، تو معناها 2 years of depressed mood and never without symptoms for 2 months. عندي البيشنت هذا بيشتكي من سنتين كامله انه عنده depressed mood، مزاجه نازل، اوكي، او مزاجه مكتئب، وما جات قد جاته فتره اكثر من شهرين بدون الاعراض هذه كلها، تمام. الاتش يعني feeling of hopelessness، شعور بالياس. اي energy loss or fatigue. اس السلف استيم اللي هي سيلف كونفيدنس، الثقه بالنفس منخفضه جدا. اس سليب تشينجز، اي ابيتايت ديستربنس، ودي ديفيكولتي ميكينج ديسيجنز اور بور كونسنتريشن. ايش نقصد بديفيكولتي ميكينج ديسيجنز؟ يعني ديلي ديسيجنز، مثلا انا ابغى اكل كذا ولا ابغى اكل كذا، ابغى ازور فلان ولا ما ابغى ازور فلان، كل القرارات بشكل عام سواء ديلي ولا ميجر يكون فيها صعوبة، بالإضافة إلى ضعف التركيز. طيب كذا خلصنا الميجر ديبريسيف ديس اوردر والبرسيستنت ديبريسيف ديس اوردر. بحاول افتح لكم المايكات لو في اي اسئلة. اوكي المايك ما ينفتح لكن ممكن تكتبوا في الشات. شكله ما في أسئلة، خلاص نبدأ في الباي بولر. الباي بولر عبارة عن جروب برضو في مود ديس اوردرز، الديبريسيف ديس اوردرز كانت مود ديس اوردرز، والباي بولر برضو عبارة عن مود ديس اوردرز، لكن هنا الباي بولر او مجموعة الاضطرابات الثنائية القطب تتميز بريزنس اوف مانيك اور ايفوريك مود، يعني هوس. الهوس هذا يقصد فيه مزاج عالي جدا حتى فوق السعادة، كلنا جربنا ان نكون مبسوطين اكيد، يعني
اشياء فرحتنا، امور فرحتنا، لكن الهوس هذا اعلى حتى من السعاده، سعاده غير طبيعيه. في الباي بولر برضه في possible major depressive episodes، يعني مريض الباي بولر يصير له مانيك episodes نوبات هوس، وديبريسيف episodes نوبات اكتئاب. والسي يعني changes which significantly affect the individual capacity to function، زي الاكتئاب يؤثر على الحياة اليومية ويؤثر على جودة حياة الفرد. عندنا كلمتين لازم نعرف معناها، ايفوريا اند مينيا، كلها نفس المعنى، كلها تعني انه مزاج عالي، هاي مود اسوسييتد وذ اوفر اكتيفيتي اند اكسسيف اكسايتمنت، يعني حماس زايد مره وحركه واكتيفيتي كثيره جدا، عاليه جدا، زياده عن اللزوم. اول شيء عندنا تايب 1 باي بولر افكتيف ديس اوردر، بالعربي الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من النوع الاول. ابغاكم تركزوا على كلمه وجداني، كانت برضو موجوده في الاكتئاب، قلت لكم فيه الاضطراب الوجداني احادي القطب، والان بقول لكم الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ايش يعني كلمه وجداني؟ الوجدان تمام هو تفاعلات المرأة النفسيه في داخله ومع محيطه، اوكي؟ فهو ابدا ما هو عباره عن اضطراب مزاج وخلاص، ابدا مو انه انا زعلان او انا مزاجي جدا مرتفع، لا، هو وجدان الفرد. التايب 1 عبارة عن episodic affective or mood disorder which is characterized by the presence of a manic episode for 7 days، يعني نوبة هوس تستمر لسبعة أيام، تمام؟ الاختصار إنه هو يكون عندنا مانيا بلس ديج فاست، ثلاثة أو أربعة من ديج فاست. مانيا must be present، مانيا يعني مزاج عالي جدا، وطبعا زي ما قلنا في الاكتئاب لازم ما يكون في يعني مرض زي الهايبوثايرويديزم او الهايبرثايرويديزم، برضه في الباي بولر ممكن يكون السبب مرض جراحي او مرض باطني، ولازم ما يكون ناتج عن استخدام دواء او يعني مخدرات، ولازم السيمتومز هذه تكون اثرت على جوده حياه الشخص. الدياجنوستيك كرايتيريا، اول شيء المانيا نقصد فيها يا ايفوريا مزاج عالي جدا، يا irritability عصبية. أول شيء أنا أشوف المريض هذا أحدد أو أسأل، هل أنت مزاجك كان عالي مرة ولا هل أنت كنت معصب؟ إذا المزاج كان عالي لازم 3 symptoms من البقية، من كلمة dig fast. dig fast يعني احفر بسرعة، هذا المعنى الحرفي dig fast. طيب أما إذا كان المريض معصب agitated irritable تمام، لازم يكون عندي 4 symptoms من dig fast. دي يعني ديستراكتبيليتي، ديستراكتبيليتي اني اتشتت بسرعه، اي شيء يشتت تركيزي. اي يعني انسومنيا، انسومنيا اللي هو الارق، ذكرناه في الاكتئاب، لكن هنا في المانيا او في الباي بولر الانسومنيا مو قصه بس انها مجرد صعوبه في النوم، قصه انه الشخص هذا ما شاء الله تبارك الله مستمر وصاحي وما عنده احتياج للنوم، يعني منطلق لانه طاقته جدا عاليه. جي جرانديوسيتي، جرانديوسيتي اللي هو هاي سيلف ستيم، ثقة عالية جدا في النفس بطريقة مبالغ فيها، انه والله يقول لك انا مستعد يعني اشيل السيارة هذه كلها بيدي، اوكي، ولا انا مستعد ابني الغرفة هذه كلها لحالي في ساعة واحدة، ولا ممكن اني انا في ساعة واحدة اجري من مكة للرياض، اوكي. اف عباره عن فلايتس اوف ايديز، الافكار اللي في راسه تتطاير، يقول لك والله يا دكتور انا احس افكار كثيره في راسي، وممكن حتى يتكلم ويقول لك فكره ورا الثانيه فكره ورا الثانيه وانت ما انت قادر تتركز معاه. اي اجيتيتد اكتيفيتيز، افعال ممكن تكون عصبيه او ممكن تكون غير متزنه او خطره. اس سكشوال اكسبلويتس، يعني ممكن انه يتحرش جنسيا أو يمارس علاقات جنسية غير شرعية غير آمنة بسبب إنه يكون في هايبر سكشواليتي اللي هي زيادة في الرغبة الجنسية. وآخر شيء تي اللي هي توكتيفنس، توكتيفنس إنه بيتكلم مرة بسرعة بطريقة حتى أنت ما أنت قادر تفهم على البيشنت. الآن نجي لتايب 2 باي بولر افكتيف ديس اوردر، قبل شوي كنا بنتكلم في تايب 1، الآن احنا نتكلم في تايب 2، اوكي.
الفرق بين تايب 1 وتايب 2 انه هنا في تايب 2 عندنا هايبومانيا، نوبة ما تحت الهوس، وهي بالضبط نفس نوبة الهوس لكن حدة الأعراض تكون أخف ومدتها 4 أيام. بالإضافة إلى أنه ها نفس الشخص هذا، نفس البيشنت، جاته نوبة اكتئاب. كم قلنا مدة نوبة الاكتئاب؟ 2 أسبوع. لكن نوبة الهوس أو ما تحت الهوس، هايبومانيا، الموجودة في تايب 2 راح تكون مدتها على الأقل 4 أيام. الهايبومانيا برضو اختصارها ديج فاست بلس ام دي اي، ام دي اي الميجر ديبريسيف ديس اوردر. لكن خلونا نتكلم على الهايبومانيا نفسها، خلونا نركز على الهايبومانيا نفسها عشان ما نلخبط. خلاص احنا تكلمنا على الميجر ديبريسيف ابيسود، نفس الاعراض بالضبط، يا ايفوريا بلس 3 سيمتومز يا اريتابيليتي بلس 4 سيمتومز، لكن المده هنا حتكون 4 ايام، بالاضافه الى انه في الهيستوري حق البيشنت حيكون جاته ميجر ديبريسيف ابيسود سواء قبل هذه الابيسود او بعد. ايش الفرق بين المانيا والهايبومانيا؟ باختصار الفرق في المده الزمنيه، المانيا عباره عن 7 ايام والهايبومانيا 4 ايام. الدياجنوستيك كرايتيريا او الاختصار اللي نستعمله ديج فاست هو نفسه هنا وهنا، نفس الاعراض. السيفيريتي في المانيا يكون فيري سيفير، يعني البيشنت المانيا اللي عنده بتخليه يسوي اشياء سيئه جدا، تمام؟ سواء على نفسه او ليجلي، يعني ممكن يركب السياره ويسوق مره بسرعه ويسوي حادث، بالتالي تصير له ليجل بروبلم مثلا، فبالتالي يحتاج هوسبيتاليزيشن. اما في الهايبومانيا ممكن ارتفاع الهايبومانيا او مرحله ما تحت الهوس تلاحظ انه والله فلان والبيشنت هذا طاقته مرتفعه، ممكن يكون في له هايبومانيا observable by other people but it does not lead to problems or hospitalization، يعني أي شيء حيسويه ما راح يكون severe enough أنه يدخله في مشكلة. إيش الفرق بين التايب 1 بايبولر والتايب 2 بايبولر؟ تايب 1 حيكون عندنا المانيا لسبعة أيام، تايب 2 حيكون هايبومانيا لأربع أيام بالإضافة إلى major depressive episode for 2 weeks. طيب هل يصير أنه تايب 1 بايبولر يجيهم اكتئاب؟ أيوه ممكن البيشنت اللي عنده تايب 1 باي بولر يجي له اكتئاب، لكن هل شرط انه نوبه الاكتئاب تكون هذه موجوده؟ لا ابدا ما هو شرط. الشرط هذا يكون موجود في التايب 2 باي بولر، تمام؟ الان نبي نتكلم على السبيسيفيك مانجمنت. السبيسيفيك مانجمنت على حسب الكونديشن حق البيشنت، هل الكونديشن سيفير ولا مايلد ولا ايمرجنسي؟ اول شيء نتكلم عن السيفير. السيفير كونديشن لازم يكون مجموعة دوائين، تمام؟ مو دواء واحد، لازم نستخدم مع هذا البيشنت دوائين، يا مود ستيبلايزر زي الليثيوم او الفالبوريت، مود ستيبلايزر يعني مثبط للمزاج، يا انتي سايكوتيك اللي هو مضادات الذهان زي الكيوتابين هالبرودول وكثير منهم. لو البيشنت حالته مايلد، يعني الحالة متوسطة، تمام؟ اور مودريت، يعني اعلى كمان من المتوسط بشويه بس نوت سيفير انف، حيكون مونو ثيرابي، حنعالجه باستخدام دواء واحد سواء مثبط مزاج مثل الليثيوم او الفاربوريك اسيد او اتيبيكال انتي سايكوتيك مثل مضادات الذهان. لكن في حالات الطوارئ، البيشنت جاك مثلا في قسم الطوارئ، انت شغال في الطوارئ وانت عرفت انه البيشنت هذا عنده باي بولر افكتيف ديس اوردر، سواء انه متشخص من قبل كده او من الاعراض والتقييم الطبي اللي انت سويته، لازم تعطي له بنزودايزيبين. البنزودايزيبين يا جماعه الخير تستخدم فقط في الطوارئ، اكرر فقط في الطوارئ، ما ينفع انك توصف للمريض هذا بنزودايزيبين لونج تيرم. البنزودايزيبين عباره عن مهدئات، واذا الشخص الانسان استمر ياخذ بنزودايزيبين لفتره طويله جدا، يعني بشكل يومي لمده طويله، راح يصير عنده ادكشن، اوكي؟ فانت اذا سببت ادكشن للانسان هذا حتصير لازم تعالج الادكشن ولازم تعالج البايبولر، يعني انت كذا دمرت الانسان هذا باختصار. فما تستعمل البنزودايزيبين الا في حالات الطوارئ فقط، وجنرال رول للبايبولر ديس اوردرز، كل اضطرابات البايبولر،
ما تستخدم الانتي ديبريسنت ابدا، مضادات الاكتئاب ما تستخدمها. اي نعم ممكن يصير للبيشنت هذا نوبه اكتئاب، لكن ما تعطيه مضاد اكتئاب. ليش؟ لانه مضاد الاكتئاب هذا بيحسن المزاج المنخفض، وبالتالي انت ممكن تزيد احتماليه حدوث المين، احتماليه حدوث نوبات الهوس. اوكي؟ فالانتي ديبريسنت للاكتئاب ولاضطرابات القلق مثلا، لكن ما نستعملها للاضطرابات في ثنائيه القطب. والفيرست لاين ميديكيشن يكون مود ستيبلايزر، بالغالب دائما نبدا بمود ستيبلايزر زي الليثيوم وزي الفالبوريك اسيد. كذا الحمد لله خلصنا الديبريسيف ديس اوردرز وخلصنا البايبولر ديس اوردرز. الان راح نتكلم عن اضطرابات القلق الانكزايتي ديس اوردرز. للناس اللي بيسالوا السلايدات حتترسل بعد نهايه الكورس. الانكزايتي ديس اوردرز عباره عن جروب، مجموعه من الاضطرابات يكون فيها اكسسيف فير اند انكزايتي، شعور عالي بالخوف وشعور عالي بالقلق، بالاضافه الى بيهيفيرال ديستربنسز. And they include generalized anxiety disorder, panic disorder, specific phobia, agoraphobia, social anxiety disorder، وحنتكلم عنها واحدة واحدة. أول شيء generalized anxiety disorder. أبغاكم تفكروا كالgeneralized anxiety disorder عبارة عن إنها chronic anxiety، قلق مزمن. About a constant state of uncontrollable anxiety about most things. اغلب الاشياء في حياه الشخص هذا يكون عنده انكزايتي تجاهها. اوكي؟ فور موست دايز، لاغلب ايامه، فور ذا باست 6 مانثس، في اخر 3 شهور. اوكي؟ انت حتاخذ الهيستوري بناء على اخر 6 شهور للمريض. بالاضافه الى 3 اور مور اوف سي فيرست. سي فيرست برضه هذا اختصار للدايجنوستيك كرايتيريا اللي حنتكلم عنها بعد شويه. الانكزايتي هذه، شعور الانكزايتي، عشان نقول انه والله ممكن الانكزايتي هذه تكون متعلقه بالجنرالايز انكزايتي ديس اوردر، لازم يسوي لوس اوف فانكشن، مشاكل في الحياه اليوميه، في حياه المريض وجوده المريض، ولازم ما يكون نتيجه عن استخدام دواء او مخدر او حاله طبيه موجوده. الدياجنوستيك كرايتيريا قلنا سي فيرست، كل حرف يرمز لكلمه. سي كونسنتريشن، مشاكل في التركيز. اف فتيج، الفتيج يعني ارهاق. اي اريتابيليتي، الاريتابيليتي ممكن تعني عصبية زي ما ذكرت لكم، أو حتى ممكن تعني نرفزة. R restlessness، restlessness يعني إنه مو قادر يقعد ويرتاح. أوكي؟ S sleep disturbances، وبالغالب يكون insomnia، لأنه لو تفكر فيها أنا قلقان بالتالي أنا ماني قادر أنام. وال T اللي هي tension of muscles، شد عضلي بشكل عام في العضلات. المانجمنت، نتكلم عن المانجمنت للجنرالايز انزايتي ديس اوردر، على حسب هل هو مايلد ولا مودريت. تمام؟ يعني هل البيشنت جايك بحاله طفيفه ولا الحاله متوسطه لمستعصيه او سيفير. لو الحاله طفيفه حتكون سايكوثيرابي، حنستعمل السايكوثيرابي هو الفيرست لاين. اما لو الحاله متوسطه او سيفير، مودريت تو سيفير، نستخدم الفارماكولوجيكال ثيرابي كفيرست لاين اور بوث ات ذا سيم تايم. السايكوثيرابي قلنا فيه له سي بي تي، والفارماكولوجيكال ثيرابي يكون اس اس ار اي اور اس ان ار اي فور ات ليست 12 مانثس. السكند لاين، ايش عندنا السكند لاين؟ السكند لاين البنزودايزيبين فور شورت تيرم وذ ذا لوست افكتيف دوز وايل تيترنج انتي ديبريسنت. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني انا وصفت للبيشنت مضاد الاكتئاب، مضاد الاكتئاب حستعمله للبيشنت اللي عنده جنرالايز انكزايتي ديس اوردر، ايوه، يعالج الاكتئاب. تمام؟ وفي نفس الوقت وصفت له كميه قليله جدا بجرعه جدا طفيفه من البنزودايزيبين من مهدئات المزاج، عشان هو ياخذهم مع بعض مهدئ المزاج هذا يزيد من فعاليه مضاد الاكتئاب. الحاله الثانيه اللي قلنا نستعمل فيها البنزودايزيبين في الطوارئ، لكن ارجع اعيدها مره ثانيه، لونج تيرم يوز اوف بنزودايزبين ليدز تو ادكشن. برضو من الادويه اللي نستعملها التراي سايكليك انتي ديبريشن او البيزبرين، وفي حاله الريفراكتوري كيس نستخدم الانتي سايكوتيك.
وزي ما قلت لكم في الاكتئاب a combination of psychological therapy and biological therapy is better than one type of therapy. الآن نبي نتكلم عن البانيك ديس اوردر، اضطراب الهلع، نوبات الهلع اللي هي انه والله الشخص فجأة يصير في حالة هلع ويصرخ وهو ما هو عارف هو من ايش خايف، عبارة عن ديس اوردر، وهو يكون بطريقة اكيوت. يعني احنا كنا بنتكلم عن الانكزايتي اللي في الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر انها كرونيك، لا هنا الانكزايتي تيجي بشكل اكيوت فجأة، تمام، وتؤدي الى بانيك اتاك وذ نو اوبفيس تريجر. ما في حاجة معينة صارت وخلت هذا الإنسان يدخل في نوبة هلع، لا فجأة بدأت النوبة هذه، ما في حاجة واضحة بالضبط. وعندنا الاختصار student panics WM، الستودنتس الطلاب يهلعون بالإضافة لحرفين WN for at least one month، وحنفصل الكلام هذا. At least نبغى 5 أعراض من كلمة students panic must be present during the panic attack itself، ولازم عندنا واحدة من WM تكون موجودة following the attack. لكن في البانيك ديس اوردر، تمام، لازم تسوي اي سي جي وكاردييك انزايم وثايرويد هرمون تيست. ليش؟ لانه يو هاف تو رول اوت ميديكال ديزيز بيفور ميكينج بانيك ديس اوردر دايجنوسيس. برضه ليش؟ انا ماني قاعد اوضح شيء ترى. لانه الاعراض اللي هنا اللي موجوده قدامكم كلها ميديكال لو تلاحظوا. اول شيء حرف الاس سويتنج اور دايفوريسيس، تعرق مره شديد. التي تريمبلينج، رجفه شديده. يو انستيدينس اور ديزينس، تكون دوخه. الدي اللي هي الدي بيرسوناليزيشن والدي ريلايزيشن. ايش يعني دي بيرسوناليزيشن؟ يعني فجاه انا حسيت، يقول لك انا حسيت كذا فجاه انفصلت عن نفسي. او الدي ريلايزيشن انه انا حسيت فجاه كذا كاني انفصلت عن الواقع. اي اكسسيف هارت ريت او تاكي كارديا. ان نمبنس. تي تنجلينج، وخز في الجسم. اس شورتنس اوف بريث اور ديسبنيا. البي بالبيتيشنز. اي ابدومينال ديسكومفورت. والان نوزيا. اوكي. اي انتنس فير اوف داينج، انتنس فير اوف لوزينج كنترول، اور انتنس فير اوف جوينج كريزي. يعني بالحرف بكلمات البيشنت حيقول لك والله انا احس اني انا قاعد افقد السيطره، او احس اني انا الان حموت. حتلاقي البيشنت يقولها. السي تشست بين، تشيلز، شوكينج، شعور بالاختناق. طيب الدبليو ام قلنا لازم تكون واحده منهم موجوده فولوينج ذا اتاك، بعد البانيك اتاك هذا لازم يكون عندنا يا دبليو يا ام. الدبليو از وورينج اباوت هافينج اديشنال اتاكس، يكون قلقان يا ربي هل انا حيجيني بانيك اتاك ولا لا. والام ما الادابت تشينجز ان بيهيفير، يغير من طريقه تصرفاته وطريقه حياته عشان يحاول يتفادى حدوث اتاك مره ثانيه. هو ما يعرف ايش اللي سبب الاتاك هذا، فبالتالي يبدا يغير من تصرفاته ومن الروتين عشان ما يعرف ايش الحاجه اللي سواها او ايش الحاجه اللي صادفته اللي خلته يصير الاتاك هذا كله من البدايه. المانجمنت، المانجمنت فيرست لاين اس اس ار اي، تمام. الاس اس ار اي برضه هي نفسها مضادات الاكتئاب او الاس ان ار اي، ولازم الميديكيشن هذا في البانيك ديس اوردر نستنى 12 اسبوع عشان نشوف هل في ريسبونس ولا ما في ريسبونس. اذا في ريسبونس البيشنت لازم يستمر على الدواء سنه كامله بعد ما السيمتومز تختفي، عشان نبغى نتفادى حدوث ريلابس، نبغى نتفادى انه ما يصير تدهور في حاله البيشنت وترجع تجيله البانيك اتاكس او نوبات الهلع. السكند لاين البنزودازبين، زي ما تكلمنا في الجنرالايز انزايتي ديس اوردر، نوصف كميه بسيطه منها باقل جرعه ممكنه وهو ياخذ مضادات الاكتئاب، او في حاله البيشنت جاني بانيك اتاك في الطوارئ اعطي له بنزودايزبين عشان يهدى. وطبعا للمره الثالثه بنزودايزبين ما تنفع لونج تيرم عشان الادكشن. والسايكولوجيكال اللي هو السي بي تي، وطبعا سي بي تي مع دراجز افضل من واحده فيهم. الان نبغى نتكلم عن السبيسيفيك فوبيا، الرهاب. اوكي، السبيسيفيك فوبيا عباره عن انزايتي ديس اوردر which causes an out of proportion exaggerated and irrational fear of a specific object or social situation
فور 6 مانث، اني انا اكون خايف من حاجه، يكون الخوف هذا غير مبرر. انا ليش خايف من الحاجه الفلانيه؟ يعني مثال مره بسيط، البساس، اوكي، القطط، اوكي. لو انت شفت قطه صغيره في الشارع، بس صغيره، بتقول لك ميو ميو، ويعني جدا صغيره، ما حتخاف منها، طبيعي انك ما حتخاف منها، اوكي. لكن والله لو فجاه كذا اوت اوف نو وير انت في الشارع وشفت اسد بيجري عليك، طبيعي حتخاف، طبيعي حتجري وتهرب، اوكي. لكن افترض انك انت شفت البسه هذه من بعيد وقمت جريت وخفت ودخلت في رعب من هذا الشيء، وممكن حتى جالك بانيك اتاك انك شفت البسه الصغيره. لا، هنا الشيء هذا، البسه الصغيره اللي ما تخوف وخوفتك بهذه الطريقه، معناها انه ممكن في سبيسيفيك فوبيا. ويبدا نعمل هيستوري واكزامينيشن وانترفيو مع البيشنت، ونتاكد هل في سبيسيفيك فوبيا ولا ما في سبيسيفيك فوبيا. وهذه الدايجنوستيك كرايتيريا. الدايجنوستيك كرايتيريا نفس الجمله هذه اللي وريتكم اياها قبل شوي، انه عندي انكزايتي او خوف تجاه حاجه معينه، ولو اني شفت الحاجه المعينه هذه على طول ممكن احس بخوف، او حتى ممكن يجيني بانيك اتاك. والحاجه هذه اللي اخاف منها دائما احاول اتفاداها، والخوف هذا يكون اوت اوف بروبورشن، زياده عن اللزوم، او يعني الشيء هذا ما يخوف من الاساس، وانا ليش اخاف منه؟ والدوريشن، مده الخوف هذا او مده الانزايتي، يكون عندي اكثر من 6 شهور. والبيرسون، المريض، يعرف يقول لك والله يا دكتور انا عارف انه هذا الخوف زايد عن اللزوم، يعني او مش من الطبيعي اني اخاف مثلا من القطط لهذه الدرجه. ويكون انه الخوف هذا والفوبيا هذه اثرت على الديلي روتين وحياه المريض، وما يكون الاعراض هذه ناتجه عن وجود مرض طبي او جراحي او ما الى ذلك. التايبز اوف فوبيا، اول شيء الانيمالز مثل الدوجز، سبايدرز، قطط. عندنا الناتشرال انفايرمنت، المرتفعات، العواصف، المياه، البحر. عندنا بلاد انجكشن انجري، البلاد انجكشن انجري تقع تحتها الفوبيا المتعلقه بالاجراءات الطبيه بشكل عام، الابر، او انه يشوف دم، او انه يشوف عمليات جراحيه وما الى ذلك. السيتويشنال، يعني الاماكن، اشياء محدده مثلا زي المصاعد او الاير بلينز، الطيارات او الباصز حتى، واذر، يعني اي حاجه ما تندرج تحت الكاتيجوريز اللي فوق، زي الخوف من الاصوات العاليه. في ناس يكون عندهم فوبيا ما يحبوا يسمعوا الاصوات العاليه، وفي امثله طبعا زياده غير كذا. المانجمنت هنا يختلف شويه عن البانيك ديس اوردر، لانه حيكون كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، اوكي، ايذر ثرو فلودنج اور ديسنسيتايزيشن. فلودنج يعني اني بغرق البيشنت بالحاجه اللي هو خايف منها، ديسنسيتايزيشن يعني اني بعطي اشياء نفس الحاجه اللي البيشنت يخاف منها شويه 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 شويه. ممكن السي بي تي هذا يصير وذ بنزودايزابين، يعني مثلا اعطي للبيشنت الان اللي قدامي بنزودايزابين، بلع البنزودايزابين عشان اهديه، بعدها اعطي هيوج اماونتس اوف ذير فير، هذا الفلودنج، يعني مثلا البيشنت خايف من البساس، اجيب له بساس كثير، ايوه، احط له في الغرفه بساس كثير صغار، ولا صور بساس كثيره، اور ليتل باي ليتل، اجيب له بسه، دميه بسه، اروح بعد شويه اجيب له بسه ثانيه، وهكذا الين ما يبدا يتعود. السكند لاين، البنزودايزابين مع الانتي ديبريسنت او في حاله الطوارئ. وممكن البيشنت ياخذ اس اس ار ايز الون بدون بنزودايزابين او بدون ولا شيء ثاني. الان نبغى نتكلم عن الاجروفوبيا. الاجروفوبيا تشبه السبيسيفيك فوبيا، لكن اللهم انه عندنا حاجتين من الاشياء الخمسه المكتوبه لازم يكون منها البيشنت خايف. وطبعا الخوف هذا اكزاجريتد، عالي جدا، الراشنال، اوت اوف بروبورشن، والمده 6 اشهر او اكثر. ايش الاشياء هذه؟ اول حاجه يوزنج بابليك ترانسبورتيشن زي الباصات العامه، القطارات، الطائرات. الحاجه الثانيه اوبن سبيسز زي السوبر ماركت او الجسور او حتى مواقف السيارات، او انه يكون في الاماكن المغلقه، الانكلوز سبيسز زي السينما مثلا او قاعات المحاضرات او حتى المحلات الصغيره،
او انه يكون في خوف. الحاجه رقم اربعه ستاندينج ان لاين اور بينج كراوند، يكون في خوف من انه يكون في تجمع ناس او يوقف في الطابور، يعني مثلا الناس واقفين عند الطابور عند المطعم كل واحد بيستنى دوره، لا هو يخاف انه يوقف في اللاين هذا. اور بينج اوتسايد ذا هوم الون، لازم قلنا يكون في حاجتين من هذه، البيشنت يكون خايف منها بنفس الوقت وعنده فوبيا منها عشان نقول في اجروفوبيا، وممكن حتى لو البيشنت انحط في واحده من هذه الاشياء يصير له بانيك اتاك. بيسكلي الاجروفوبيا هي نفسها سبيسيفيك فوبيا لكنها عن حاجتين من هذه الخمسه المذكوره، والمانجمنت تقريبا نفس الفوبيا او حتى نفس البانيك ديس اوردر. طيب اخر شيء السوشيال انكزايتي ديس اوردر، اضطراب الرهاب الاجتماعي، برضو مدة القلق الموجودة في هذا الاضطراب 6 شهور. يخاف من من المناسبات أو البرفورمانس سيتويشن، البرفورمانس سيتويشن يقصد فيها الأشياء أو السيتويشن اللي تتطلب إنه والله أنا لازم أقدم حاجة معينة قدام عدد من الناس، زي البرزنتيشن مثلا، زي الناس اللي يكون عندهم قلق من إنهم يسووا برزنتيشن في الجامعة عشان في ناس كثير. طيب الخوف هذا او الانكزايتي ليش موجود؟ لانه في unfamiliar people or possible judgment or evaluation by others. الشخص هذا يخاف انه الانكزايتي هذه عفوا انه لو قدام الناس هذول كلهم هيتصرف بطريقه غير لائقه او حيكون في anxiety symptoms تحرجه قدام الناس. لكن في نوع معين من السوشيال انكزايتي ديس اوردر، if the anxiety is only related to performance like giving a speech or presenting a lecture, it is called performance only anxiety performance only social anxiety disorder. البيشنت هذا مثلا سي اي او مدير شركه لكنه يعني تجي له anxiety في الميتنجز حقت الشركه او قبل ما يقدم مشاريع الشركه الجديده، بالتالي هذا performance only social anxiety disorder. الاكسبوجر لو صار اكسبوجر للاشياء اللي يخاف منها البيشنت واللي عنده انكزايتي منها، ممكن يجي له انكزايتي، شعور بالانكزايتي، او ممكن حتى الانكزايتي هذا يظهر على هيئه بانيك اتاك، والبيشنت والفير هذا والانكزايتي هذه ما تكون نتيجه عن دراجز او مرض موجود. لكن لو في انذر ميديكال كونديشن لازم الخوف هذا ما يكون متعلق بالكونديشن هذا، زي مرضى اللي عندهم باركنسونز. تعرفوا الباركنسونز ديزيز اللي هو يكون فيه له تريمبلينج وشيكينج كثير في الايادي، فاكيد هذا المريض هيكون يحس باحراج انه والله انا يدي بترجف قدام الناس كلهم، ما بقدر اكل بالملعقه، تمام؟ فهذا ما يكون سوشيال انكزايتي ديس اوردر، هذا يكون الفير متعلق بالمرض نفسه، لو تعالج هذا المرض نفسه يروح الفير او الانكزايتي هذا. طبعا السيمتومز اللي تكون موجوده بلاشنج، بالبيتيشن، سويتنج، ويكون في حاجه اسمها انتيبيسيتوري انكزايتي. الانتيبيسيتوري انكزايتي اللي هو القلق اللي قبل ما تصير الحاجه، والله مثلا انا عندي عزيمه بعد اسبوعين لكن انا بعاني من السوشيال انكزايتي ديس اوردر، عندي رهاب اجتماعي او قلق اجتماعي، فمن قبلها انا اوريدي جايني انكزايتي عن الموضوع خلاص. والفير او الانكزايتي از دريفن باي ذا فير اوف امبارسمنت، ويكون دائما في افويدنس، لازم البيشنت هذا يحاول يتفادى انه يحدوث الاشياء زي هذه، انه ما يروح الحفلات او ما حتى يروح يداوم في المدرسه. ممكن سمعتوا قبلها يعني قبل كذا انه يعني بعض الناس ما يحبوا يسووا برزنتيشن، يحسوا باحراج ويرفضوا جدا انه يسووا برزنتيشن في الجامعه. التريتمنت يكون كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، او ممكن يستخدم فيرست لاين ميديكيشن زي الاس اس ار اي والبنزودايزابين في الطوارئ. حاجه اضافيه هنا، لو البيشنت اللي عندي السوشيال انكزايتي الموجوده عباره عن بيرفورمانس اونلي، نستخدم بيتا بلوكر. اوكي، البيتا بلوكر هذه نعطيها للبيشنت نص ساعه او مو بالضروره نص ساعه قبل الفير ايفنت، يعني مثلا البيشنت هذا يبغى يسوي برزنتيشن لكنه يقلق لما يسوي برزنتيشن، فقبلها اعطي له بيتا بلوكر وخلاص حيرتاح ويقدر يسوي البرزنتيشن هذا او الحاجه اللي مطلوبه منه. في عندنا حالتين
ضروري نعرفها في الفيلير تو ريسبونس. لو عندي نو ريسبونس او عندي بارشال ريسبونس للادويه، تمام، البيشنت هذا لازم اعرف هل في هيستوري في دراج ولا ما في هيستوري في دراج. لو ما في هيستوري في دراج اوصف له مع الاس اس ار اي كلونازيبين، اوكي. لكن لو في هيستوري في دراج قبل كذا حوصف له فيليزين بس. هذه دراجين تعرفوها في الحالتين هذه على اساس انها موضوع اسئله. كذا خلصنا الديبريسيف ديس اوردر والباي بولر والانكزايتي. الان راح نتكلم عن السكيزوفرينيا سبيكترم اند اذر سايكوتيك ديس اوردر. السكيزوفرينيا يعني الفصام، اوكي. الفصام يعني ممكن يكون اهم توبيك في الطب النفسي كله، لانه كومن ولانه ياثر على الشخص المصاب بالفصام اكثر تاثير، اعلى تاثير سلبي مقارنه مثلا بالاكتئاب او مقارنه بالباي بولر او حتى مقارنه بالانكزايتي ديس اوردرز. السبيكترم هذا يتكون من بريف سايكوتيك ديس اوردر، سكيزوفريني فورم ديس اوردر، سكيزوفرينيا والاذر سايكوتيك ديس اوردر، نقصد فيها الديلوجنال ديس اوردر، السكيزو افكتيف ديس اوردر والسكيزوتايبال بيرسوناليتي ديس اوردر. السكيزوفرينيا سبيكترم من اذر سايكوتيك ديس اوردرز عباره عن ثوت ديس اوردر. ايش يعني ثوت ديس اوردر؟ يعني اضطرابات في الذهن، عشان كذا بالعربي يقولوا عليها اضطرابات ذهانيه. فهذه الديس اوردرز ذير از سايكوسيس. ايش يعني سايكوسيس؟ يعني ذهان او نوبه ذهان. سايكوسيس leading to impaired judgment, impaired behavior and impaired ability to interpret reality. التصرفات والجادجمنت انه يحكم على الاشياء هل هي واقعيه او غير واقعيه تكون impaired. In other words, psychotic disorders lead to difficulty in thinking clearly, differentiating reality from imagination, speaking in a comprehensive manner, and behaving appropriately. أول شيء هعطيكم الملخص، ملخص السكيزوفرينيا سبيكترم، وبعد كذا راح أروح بالتفصيل في السيمتومز كلها، تمام؟ نيجي على الملخص. أول شيء عندنا brief psychotic disorder. ثاني شيء عندنا schizophreniform disorder. وآخر شيء schizophrenia. الموضوع أصلاً يبدأ كله بداية بالبريف وينتهي بالسكيزوفرينيا. البريف duration of symptoms، مدة الأعراض، تكون 24 ساعة وأقل من 30 يوم. اللي بعده schizophreniform تكون من 30 يوم لكن أقل من 6 شهور. والسكيزوفرينيا تكون مدة الأعراض أكثر من 6 شهور. الأعراض الموجودة تنقسم إلى قسمين، الأعراض الإيجابية والأعراض السلبية. الأعراض الإيجابية اللي هي أشياء المفروض ما تكون موجودة، أشياء جاد زيادة، تمام؟ الأعراض السلبية اللي هي أعراض المفروض تكون موجودة، الإنسان الطبيعي ما يصير له كذا، تمام؟ الاشياء الناقصه هذه لازم تكون موجوده. ايش الاعراض الايجابيه؟ الديلوجنز، الضلالات او الافكار الخاطئه، الهلوسينيشنز، الهلاوس سواء ممكن تكون سمعيه او بصريه، ديس اورجانيزد سبيتش، الكلام او التفكير يكون ملخبط، ديس اورجانيزد بيهيفير، التصرفات تكون ملخبطه. وعندنا النيجاتيف سيمبتومز، ابيثي، ايفالويشن، انهيدونيا، الايجويا، اسوشواليتي. هذا الملخص، تمام؟ لكن احنا نبغى نفصل فيها عشان نكون فاهمين. اول شيء السايكوسيس عباره عن ابيسود نوبه in which there is loss of contact with reality، انفصال عن الواقع، تمام؟ او فهم خاطئ للواقع. It is composed by positive symptoms and negative symptoms. It is also called psychotic episode or psychotic break. الاسمين الثاني للسايكوسيس يا سايكوتيك ابيسود يا سايكوتيك بريك. سايكوسيس از ذا بيسس اوف سكيزوفرينيا، وكل السايكوتيك ديس اوردرز الاساس فيها انه يكون في سايكوسيس. البوزيتيف سيمبتومز، البوزيتيف سيمبتومز ار ثينجز ويتش شود نوت اكزيست، تمام؟ اشياء زياده
مثل تمام الاناناس على البيتزا. البيتزا كلكم عارفين البيتزا اكيد، لو حطينا عليها اناناس المفروض الاناناس هذا ما يكون موجود يا جماعه الخير، الاناناس حاجه زايده. لكن نتكلم علميا، الاعراض الايجابيه حتكون ديلوجنز، هلوسينيشنز، ديس اورجانيزد ثينكينج اور سبيتش، جروسلي ديس اورجانيزد اور ابنورمال موتور بيهيفير. الكور سيمتومز، الاعراض الاساسيه هنا عندنا الديلوجنز، الهلوسينيشنز، والديس اورجانيزد ثينكينج اور سبيتش. لازم واحده من هذول اول ثلاثه، دائما لازم واحده منهم تكون موجوده تمام عشان نقول في سايكوسيس. الديلوجنز، الضلالات او الافكار الخاطئه، are fixed belief which are not amenable to change in light of conflicting evidence. كيف يعني؟ يعني انا جيت قلت لكم او البيشنت جاي قال لكم انه والله الشمس هذه اللي نشوفها كل يوم عباره عن كاميرا كبيره قاعده تراقبنا كلنا. او يقول لك انا عارف انه المافيا مخططين يبغوا يقتلوني. فباختصار تكون افكار، ضلالات، معتقدات مؤمن فيها البيشنت لكنها غير صحيحه او من غير المعقول انها تكون صحيحه. وتجي على انواع البروسيكوري ديلوجن اللي هي الديلوجنز انه البيشنت يعتقد فيها انه حينظلم او حيتم ايذائه. الريفرنشال او الايديز اوف ريفرنس انه البيشنت يعتقد انه الجستشرز، الكومنتس والانفايرمنتال كيوز موجهه عليه تحديدا. يعني ايش يعني؟ يعني مثلا المطر هذا اللي نزل اليوم دليل وعلامه كونيه اني انا لازم اسوي الشيء الفلاني او اروح المكان الفلاني. عندنا الجرانديوس ديلوجنز انه البيشنت يعتقد انه عنده تالنت عاليه او انه هو عنده سيلف استيم جدا عالي. الايروتومانيك ديلوجنز اللي هو عباره عن انه البيشنت عنده ضلاله انه شخص ثاني يحبه كحب عاطفي تمام، ولكن الشخص الثاني هذا ما يعرفه حتى. ممكن يكون النايلستيك ديلوجن، ديلوجن يكون فيها البيشنت مؤمن انه في كارثه ممكن تصير. السوماتيك ديلوجنز تكون عباره عن فيزيكال ديلوجنز ريجاردنج هيلث، والله انا عندي مرض جدا خطير ما في ولا احد من الدكاتره يقدر يشخصه ولا يقدر يكتشفه، لكن انا عارف انه هذا المرض فيني. الميكس ديلوجنز تكون عباره عن كوليكشن من اللي موجوده، اكثر من ديلوجن موجوده. هذه امثله حرفيه. البيرسكيتوري، عصابه الياكوزا تبغى تقتلني ولا المافيا تبغى تقتلني ولا المافيا قاعدين يسمموا اكلي. الريفرنشال، المغنيه قررت تسوي الحفله بنفس يوم ميلادي عشان تعطيني رساله كونيه. جرانديوس، انا اقدر امشي على البحر ولا انا اقدر اهد الجبل كله بيدي. ايروتومانيك، موظفين الاستقبال يحبوني كحب عاطفي يعني. النايلستيك، في زلزال حيبدا الساعه 11 و11 دقيقه. سوماتيك، انا مصاب بمرض نادر زي ما ذكرت قبل شويه. الميكست، المغنيه الفلانيه قررت تسوي الحفله بيوم ميلادي عشانها تحبني وتبغى تتزوجني وعشان تحميني من عصابه الياكوزا. طبعا الديلوجنز هذه محزنه، افكار جدا خاطئه. وحتى البيشنت هذا ممكن الناس يسخروا منه، يعني انت ايش الكلام اللي قاعد تقوله؟ لكن هو في الحقيقه قاعد يعاني من ديلوجنز ناتج عن نوبه ذهان، ناتج عن سايكوسيس. الان نتكلم عن الهلوسينيشن، الهلاوس. الهلاوس ممكن تكون اوديتري، ان نسمع اصوات، او فيجوال، نشوف اشياء، او اولفاكتوري، نشم اشياء، او ميكست، اكثر من الاشياء المذكوره. الاوديتوري، اني اسمع اصوات، مثلا اصوات تقول لي انه انا لازم انط من فوق العماره، او اصوات تسبني. الفيجوال، انا شفت جبريل عليه السلام، او انا شفت امي الميته. الاوليفاكتوري، انا اشم ريحه عفن في هذا الاكل، مع انه الاكل هذا ما فيه له عفن، او اشم ريحه دم من الورده، ورده موجوده قدامه وهو يشم منها ريحه دم. الميكس يقول انه مثلا انا شفت جبريل عليه السلام وقال لي انه انا من العشر المبشرين بالجنه، فشايفين هنا فيجوال واوديوتيري. الان نتكلم عن الديس اورجانيزد ثينكينج اور سبيتش، عباره عن عده
اشياء عن عده تصرفات او طريقه للافكار. اول شيء اللوس اسوشيشن، يعني انه البيشنت هو يتكلم ينتقل من موضوع الى اخر بطريقه اللوجيكال. يتكلم اول شيء مثلا قاعد يكلمك عن المباراه، فجاه راح يكلمك عن السياسه، فجاه راح يكلمك عن الزراعه، فجاه راح يكلمك عن النفط. ينتقل لموضوع لموضوع، والانتقال يكون اللوجيكال بطريقه غير منطقيه وبطريقه فريكوينت وسدن. عندنا التانجنتيليتي، التانجنتيليتي انه هو يضيف كلام او معلومات اضافيه على الكلام اللي هو قاعد يقوله، والكلام هذا يكون irrelevant، ما له علاقه بالموضوع اللي انا قاعد اكلمك عليه. مثلا الانكوهيرنس او الورد سالد، سلطه الكلمات كذا، هذا المعنى الحرفي لها، يكون سيكونس، مجموعه من الكلمات without a logical connection. يعني مثلا اقول لك المنديل الدواء الكوره، قاعد يرمي كلمات كذا ورا بعض، الكلمات هذه جايه كانها جمله لكن ما في ولا مرتبطه بالثاني. الثوت بلوكينج، الربط ending in a thought process expressed as a sudden interruption in a speech. يعني هو البيشنت قاعد يكلمك، قاعد يتكلم معاك، انت قاعد تاخذ منه الهيستوري وقاعد يتكلم، انا اسمي فلان بن فلان وعمري، سكت. هذا الثوت بلوكينج، انه فجاه يسكت في السبيتش حقه. النيولوجيزم، انه البيشنت يخترع كلمات جديده والكلمات هذه ما لها معنى. طيب الان وصلنا للابنورمال موتال بيهيفير او الديس اورجنايزد بيهيفير، وهذا على عده اشكال. اول شيء عندنا كاتاتونيك ستوبر، الكاتاتونيك ستوبر انه البيشنت فجاه يصير ريجيد، يوقف تمام بطريقه غريبه. البيشنت صاحي، البيشنت سامعه لكنه ان ريسبونسيف، ما يتحرك، والبوستشر طريقه جلسته او طريقه وقفته تكون بطريقه بازار، بطريقه غريبه. عندنا الكاتاتونيك اكسايتمنت، الكاتاتونيك اكسايتمنت عكس اللي فوقه، انه عندنا هنا الحركه والموتر اكتيفيتي تكون كثيره، عاليه جدا ومرتفعه جدا وايمليس. عندنا الستيريوتايبي، انه يكون عندنا ريزميك موفمنت، حركات بطريقه ريزم تمام لكنها ايمليس وريبيتد. عندنا المانيوريزمز، المانيوريزم انه عباره عن اكتيفيتي البيشنت يسويها مع نفسه تكون اود وما لها معنى او ما لها فائده. يعني احنا الاكتيفيتيز مثلا اللي نسويها اول ما نصحى من النوم، والله بنقوم بنغسل وشنا، بندخل الحمام، الله يكرمكم، الاكتيفيتيز اللي بيسويها البيشنت ما يكون لها معنى اود. عندنا الايكوبراكسيا، الايكوبراكسيا انه يقلد وايميتيتس اذر بيبل، حركات الناس الثانيين اللي حوله. الاوتوماتيك اوبيدينس، انه يسمع الكلام، يسمع الاوامر وينفذها بطريقه تشبه الروبوت. اوكي، حركه الروبوت، حركه روبوتيه كذا حرفيا. النيجاتيفيزم، السلبيه، هذا المعنى الحرفي لها، انه يرفض يسوي الاوامر البسيطه بدون apparent reason. والاذر abnormal behavior ممكن يكون inappropriate affect، ممكن يبطل يهتم بنفسه، ممكن random shouting، ممكن random laughter. واخيرا النيجاتيف سيمتومز، خلاص قربنا نخلص من السايكوسيس. النيجاتيف سيمتومز، اول شيء عندنا الابثي، الابثي اللي هو lack of emotional expression، كلنا على وجيهنا في facial expression، في emotional expression تمام، لكن تلاقي هذا البيشنت وجهه فلات تمام. ال evolution اللي هو marked decrease in self initiated purposeful activities due to decrease motivation. باختصار البيشنت هذا ما يحس بموتيفيشن، كلنا عندنا موتيفيشن، انا عندي موتيفيشن اني اتحرك، اني اتكلم، اني اعمل اشياء، لكن هذا البيشنت ما يحس بموتيفيشن خير شر، فبالتالي ما عنده بيربس للاكتيفيتيز، ما عنده اكتيفيتيز لها هدف او اهداف. الالوجويا عباره عن بوفرتي اوف سبيتش، فقر في الحديث، فقر في الكلمات، ما يقدر يلاقي الكلمات حقته، او ساكت تمام، ما عنده سبيتش، السبيتش اوتبوت
قليل جدا. الان هيدونيا زي اللي ذكرتها في الدبريشن، ان ابيليتي تو فيل بليجر اور تو اكسبيرينس بليجر، الاي سوشياليتي اللي هو لاك اوف انترست ان سوشيال انتراكشن، تلاقي البيشنت اللي عنده سايكوسيس يكون عنده انعزال عن الناس او مو مهتم للسوشيال انتراكشنز. الان حنتكلم عن الامراض. اول شيء البريف زي ما ذكرت لكم انه الاعراض اللي فيه على الاقل مدتها 24 ساعه لكن ما تزيد عن 30 يوم. وتو ميك الدايجنوسز لازم 1 سيمتومز اوت اوف 9 سيمتومز اللي حوريكم هي، ولازم واحد من السيمتومز تكون من الفيرست 3 كور سيمتومز، لكن لازم تسوي دراج تيست عن طريق اليورين اناليسيس، ولازم تسوي الثايرويد ديزيز تيست عن طريق التي اس اتش هرمون تيست. هذه الاعراض نفس اعراض السايكوسيس، لازم عندنا على الاقل 1 سيمتومز من هذه كلها، ولازم ال 1 سيمتومز ال 1 سيمتوم تكون على الاقل من اول 3 اعراض: ديلوجن، هلوسينيشن، ديس اورجنايزد ثينكينج اور سبيتش اللي فصلنا فيها. تمام؟ هل ممكن يكون في اكثر من عرض؟ ايوه، في البريف سايكوتيك ديس اوردر ممكن يكون في اكثر من عرض، لكن على الاقل واحد من الاعراض هذه لازم تكون من اول 3. انتهينا من البريف. الان السكيزوفريني فورم نفس البريف لكن مده الاعراض 30 يوم على الأقل لكن مش أكثر من 6 شهور. ولو تلاحظوا سكيزوفريني فورم يعني فورميشن اوف سكيزوفرينيا. اوكي، وتو ميك الدايجنوسيس لازم هنا عندنا تو سيمتومز. اول في البريف كان بس 1 سيمتوم، الان لازم يكون عندنا تو سيمتومز. One of the symptoms برضو لازم يكون من اول 3 اعراض، وطبعا لازم تسوي يورين اناليسيس والثايرويد تيست. نفس الدايجنوستيك كرايتيريا، اللهم انه هنا لازم يكون في تو سيمتومز، واحده من التو سيمتومز تكون من اول 3، والمده الزمنيه لازم تكون 30 يوم على الاقل لكن مو اكثر من 6 شهور. والان السكيزوفرينيا الاند جيم للبريف والسكيزوفريني فورم، خلاص الاعراض استمرت 6 شهور، اتحول من مجرد بريف او من مجرد سكيزوفريني فورم الى فول اون بلون سكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا بالعربي يعني فصام. تمام، مده الاعراض 6 شهور، لازم يكون عندنا عرضين، واحده من العرضين هذه لازم تكون من اول فيرست 3 سيمبتومز، وزي ما قلت لكم لازم يورين اناليسيس ولازم ثايرويد اناليسيس. والدايجنوستيك كرايتيريا نفسها، اللهم انه المده الزمنيه تكون 6 شهور او اكثر، ولازم عندنا تو سيمتومز، واحد من التو سيمتومز لازم تكون من اول 3 سيمتومز. الفيزز السكيزوفرينيا له فيزز، الشخص اللي جاله سكيزوفرينيا هذا من اول من الاساس عنده قابليه انه اصلا يصير سكيزوفرين، وحيكون مر بالثري فيزز هذه كلها. البرودورمال فيز اللي هو خلينا نسميها الفيز اللي يكون صامت، يكون عباره عن gradual non specific changes in a person's thoughts, perceptions, behaviors and functions. يعني كيف يا جماعه الخير؟ يعني تلاقوا الانسان قاعد يتغير بشويش، ببطء، بطريقه كذا سايلنت، التصرفات فجاه بدات تصير غريبه، الافكار بدات تصير غريبه، بيعاني من اعراض يعني مثلا تكون اعراض عصبيه. الامثله النيجاتيف سيمتومز اللي ذكرناها، مود سيمتومز بالغالب تكون ديبريشن، كوجنيتيف ديفيسيت صعوبه في التركيز، صعوبه في القرارات اليوميه، بيهيفيرال تشينجز تشمل سوشيال ايزوليشن انه يعزل نفسه عن الناس. بعد كذا الاكتيف فيس، الاكتيف فيس اللي يكون فيه بوزيتيف سايكوتيك سيمتومز، البوزيتيف زي الهلوسينيشنز والديلوجنز والديس اورجنايزد بيهيفير اور سبيتش. بعد الريزيجوال سيمتومز، الريزيجوال سيمتومز اللي هو هذا يجي بعد فتره العلاج، تبقى بعض من اعراض السكيزوفرينيا او بعض من اعراض السايكوسيس لكنها تكون طفيفه او اخف من اول، والبيشنت يبدا يعرف يتعامل معاها وما تبدا تاثر على حياته مثل لما كانت تاثر في الاكتيف فيز. وهذا نفس الملخص اللي وريتكم هو في البدايه، هذا السكيزوفرينيا سبيكترم. المانجمنت ينقسم على 4 اقسام. لو البيشنت اللي جاك في العياده وانت شخصته انه عنده بريف او سكيزوفريني فورم او سكيزوفرينيا جاك وكان يعني نورمال، تمام، ما في ديسفانكشن كثير، اوكي، حتعطي له
اتيبيكال انتي سايكوتيك. الاتيبيكال هو نفسه سكند جنريشن، الجيل الثاني من مضادات الذهان زي الكيوتابين، الاولانزابين، الريزبيريدون. لكن اذا البيشنت اللي عنده ذهان، اللي عنده سكيزوفرينيا او سايكوسيس، جات في الطوارئ وهو في حاله سايكوسيس، الديلوجنز شغاله، الهلوسينيشن شغاله، قاعد يصرخ عليكم انتوا تبغوا تذبحوني، انا عارف انه انتوا العصابه اللي تبغوا تقتلني من اول، وقاعد يتضارب حتى بيضرب النيرس وبيضرب المرضى، لازم تديله هالبريدول. ولو البيشنت هذا نون كومبلاينت، يعني انت وصفت له الادويه، الادويه هي في الاول والاخير عباره عن حبوب، لكنه مو قاعد ياخذها، فحتدي له هالبرودول. الهالبرودول عباره عن ابره، تمام؟ عشان كذا يستخدموها في الطوارئ. الابره هذه لما تنعطى تقعد فتره معينه تفرز في الجسم، لانها تنعطى عن طريق العضل، فتقعد في العضله، الماده الدوائيه تقعد في العضله فتره زمنيه معينه وتفرز، فيصير انه الابره هذه تنعطى تقريبا كل شهر الى كل 3 شهور. اخر شيء، when everything fails، جربنا كل الادويه وما نفع معانا شيء، حنستخدم الكلوزابين. ليش احنا خلينا الكلوزابين اخر حل؟ لانه الكلوزابين هذا السايد افكتس حقته جدا عاليه، اوكي؟ فنخليه لاست ريزورت، خلاص لما جربنا كل الادويه المتوفره عندنا وما نفع ولا شيء. طيب البروجنوستيك فاكتورز، البروجنوستيك فاكتورز هي يعني اشياء ممكن تكون موجوده في البيشنت تدل انه هل هذا البيشنت نسبة شفائه وتحسنه عالية ولا نسبة شفائه منخفضة. أول شيء الأشياء الكويسة، later onset in life، يعني المرض اللي جاء في عمر متأخر، يعني في الخمسين في الأربعين، ويكون عنده good social support، العائلة حقته مهتمة فيه، تاخذه للطبيب أول بأول، بتتابع معاه، ما في عنف في البيت، ما في مشاكل. acute onset of symptoms، يعني السيمتومز اللي أنا شرحت لكم هي فجأة ظهرت كذا كلها بسرعة مع بعض، تمام؟ few relapses، ما يكون في تدهور كثير. وبينج اومن، السيدات او النساء البروجنوسيس حقهم لو شخصوا بسايكوسيس او سكيزوفرينيا يكون افضل من الرجال. وهافينج بوزيتيف سيمتومز مينلي. في الباد بروجنوستيك فاكتورز العكس، يكون السكيزوفرينيا بدأت ايرلي ان لايف، 20 في الرجال و30 في النساء من ناحية العمر، يكون بور سوشيال سبورت، ما عنده أهل، ما عنده أصحاب، ما عنده أحد يهتم فيه. يكون السيمتومز تبدأ بطريقة جرادوال، تبدأ بشويش السيمتومز، وأنت ممكن حتى ما تلاحظها، بشكل بطيء، فبالتالي تستمر فترة زمنية معينة وتأثر عليه. ويكون في ميني ريلابسز، ويكون المريض رجل، لأنه إحنا قلنا المرأة والسيدات يكون افضل البروجنوسيس عندهم، ويكون في نيجاتيف سيمتومز. قبل ما نروح للسكيزو افكتيف، انا ابغى اضيف حاجه مو مكتوبه في سلايدات، السايكوسيس والسكيزوفرينيا اهم شيء، يعني لو تبغى تطلع من شيء اليوم افهم السكيزوفرينيا بس، لانه السكيزوفرينيا حتشوفها، مين ما كنت في المجال الطبي حتشوف بيشنت عنده سكيزوفرينيا. ومشكلة السكيزوفرينيا أصلاً إنه مع كل نوبة سايكوسس بتصير في السكيزوفرينيا في فيزيكال دامج بيصير في البرين، البرين بيصغر، أوكي؟ والبرين بيصير له دامج، تمام؟ فمع الوقت البيشنت هذا حيزداد سوءاً وحيزداد سوءاً وحيزداد سوءاً لو إنه ما تشخص من البداية كويس، ولو إنه ما صار له مانجمنت كويس، أوكي؟ الآن نتكلم عن السكيزو افكتيف ديس أوردر. سكيزو، ركزوا في الاسم، سكيزو افكتيف يعني سايكوتيك ومود، اعراض سايكوسس واعراض مود، سواء ديبريشن ولا سواء باي بولر، تمام؟ البيشنت هذا يصير له ديبريسيف ابيسود اور مانيك ابيسود، بالاضافه الى انه يصير له سايكوسس او سايكوتيك ابيسود، تمام؟ There is at least 2 weeks، لازم البيشنت هذا عنده اسبوعين كامله psychotic symptoms، كذا بس psychosis، delusions، hallucinations، disorganized thinking، disorganized speech، بدون ما يكون في اكتئاب، وبدون ما يكون في هوس، بدون ما يكون في depression or mania. لكن لما يكون في mania او لما يكون في اكتئاب، تلاقي الاثنين مع بعض، تلاقي في manic symptoms
وفي سايكوسيس، او تلاقي فيه سايكوسيس وتلاقي فيه ديبريشن. المانيا والديبريشن اللي بتكلم عنهم هم اللي تكلمت عنهم فوق في المحاضره، في بدايه المحاضره. المانجمنت حيكون هوسبيتاليزيشن لو نيسيسيري مع السبورتيف سايكوثيرابي، وحيكون في ميديكال ثيرابي عن طريق السكند جنريشن انتي سايكوتيك. ليش السكند جنريشن انتي سايكوتيك؟ لانه السكند جنريشن تعالج السايكوسيس وتعالج اعراض المود، تمام؟ ولو البيشنت احتاج مود ستيبلايزر او مضادات اكتئاب، او حتى احيانا يستعملوا الاي سي تي العلاج بالصدمات او الصعقات الكهربائيه للمود سيمتومز. الان نتكلم عن الديلوجنال ديس اوردر. هذا الاضطراب وهذا السايكوتيك ديس اوردر عباره انه في بس ديلوجن فقط، بس من القائمه هذيك كلها في ديلوجن فور اتليست 1 مانث. والبيشنت هذا جينا نبغى نشوف هل هو عنده اعراض سكيزوفرينيا، الاعراض هذه كلها موجوده؟ لا، ما في الا بس الديلوجن. والديلوجن هذا يكون نن بزار. يعني ايش يعني نن بزار؟ يعني في احتماليه 1% ترى انه ممكن الديلوجن هذا يكون صح. اوكي؟ زي قال لك البيشنت هو منوم عندك في المستشفى لسبب ما، والله الممرضه تحبني. طيب في احتماليه جدا صغيره ترى انه هذا الشيء ممكن يكون حقيقي، او ممكن نجيب دليل انه يخلي هذا الشيء حقيقي. اما البزار ديلوجن زي اللي ممكن يصير في السكيزوفرينيا، يقول لك والله الشمس تبغى تاكلنا، والله والله انا جلدي مصنوع من حراشف، ولا ملابس اللي انا لابسها تبغى تاكلني، عشان كذا انا رميتها. اوكي؟ الديلوجنال ديس اوردر يتعالج عن طريق السايكوثيرابي، وبعض المرضى يتحسنوا لما ياخذوا انتي سايكوتكس. خلصنا السكيزوفرينيا، خلصنا الانكزايتي، خلصنا الباي بولر، وخلصنا الدبريشن. الان بقي لنا اخر شيء، انا عارف انا طولت عليكم، سامحوني اذا طفشتكم. بقي البيرسوناليتي ديس اوردرز، اضطرابات الشخصيه. اضطرابات الشخصيه تتقسم على 3 جروبس، جروب A، جروب B، جروب C. جروب A يكون كوموربيد اوف سايكوتيك ديس اوردرز، يعني ممكن يصير معاه السايكوتيك ديس اوردرز اللي ذكرت لكم هي. جروب B ممكن يصير معاهم مود ديس اوردرز زي الباي بولر وزي الدبريشن. جروب C ممكن يصير معاهم انكزايتي ديس اوردرز. نتكلم عن جروب A، كلاستر A. كلمة كلاستر يعني جروب. هي بارانويد، سكيزوتايبل، وسكيزويد. أول شيء البارانويد، الشخصية الشكاكة. لازم عشان نسوي تشخيص الشخصية، اضطراب الشخصية الشكاك والبارانوية، يكون عندنا 4 سيمتومز من كلمة سسبكت. كلمة سسبكت يعني يشك. ولازم نسوي رول اوت للسايكوتيك ديس اوردرز، يعني لازم ناخذ هيستوري حق سكيزوفرينيا، هل البيشنت هذا عنده سكيزوفرينيا، سكيزو افكتيف، وباقي السايكوتيك ديس اوردرز. حرف الاس يعني انه سسبيشس، شكاك انه الناس قاعدين يخدعوه او يستغلوه بدون ما يكون عنده دليل. يو يعني ان فورجيفنج، ما يسامح الناس. اس سباوزل انفيدلتي سسبكتد، ايش يعني سباوزل انفيدلتي؟ يعني انه يشك في زوجته او تشك في زوجها انه هو او هي قاعدين يخونوا، لكن انا البيشنت هذا ما عنده دليل. بي بريسيف اتاكس اون كاركتر وكاونتر اتاكس كوكلي، ايش يعني؟ يعني اي نوت او ملاحظه تعطيها للشخص اللي عنده البارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر على طول ياخذها كانها هجوم على شخصيته، على ذاته، ويهاجمك. مو يهاجمك فيزيكلي يعني، بس يرد بهجوم. اي انيميز اور فريندز، دائما يقعد يفكر اللي حولي اصحاب ولا اعداء طوال الوقت. سي كونفايندنج ان اذرز از فيرد، ايش يعني كونفايندنج؟ تراستنج، انه ما يثق في الناس لانه يخاف من انه يثق في الناس. تي ثريتس انتربريتد ان بناين ريماركس، بناين ريماركس يعني مثلا ممكن واحد قاعد يمزح معاه، تمام، لكن هو ياخذ المزحه هذه عن انها عباره عن تهديد، تمام. هذا البارانويد. الان السكيزويد، السكيزويد ديستنت، ديستنت كلمه ديستنت يعني بعيد، تمام. لازم يكون عندنا 4 من كلمة distant with ruling psychotic disorder، ولازم مدة الأعراض هذه على الأقل سنة. دي يعني detached and emotionally cold، تعرف لما يقول لك فلان كذا بارد
دائما كذا منفصل وبارد، ما يحس. I indifferent to praise or criticism. يعني انك مثلا هو موظف عندك، هو شخص عنده سكيزود وانت ما تعرف، مهما مدحت فيه ما يفرق معاه، ومهما هزأت فيه او انتقدته برضه ما يفرق معاه. It's sexual experience of little to no interest. يعني انه ما يهمه العلاقات العاطفية ولا العلاقات الزوجية ولا يهمه هذا الاكسبيرينس اصلا. تي تاسكس دان سوليتيرلي، كل المهمات اللي عنده او الاشياء المطلوبه منه يسويها بشكل فردي فقط، تمام؟ اي ابسنس اوف كلوز فريندز اذر ذان فيرست ديجري ريليتيفز، ما عنده ناس حوله ما عدا الفيرست ديجري ريليتيفز، ولا عنده اي اصحاب. وان نايذر ديزايرز نور انجويز كلوز ريليشن شيبس، يعني ما همه انه اصلا يكون عنده اصحاب ولا يستمتع ولا يبغى. وتي تيكس بليجر ان فيو اكتيفيتيز، حتى انه يكون في اشياء استمتع فيها الاكتيفيتيز تكون قليله جدا. الان السكيزوتايبل الاختصار حقه مي بيكيولر، يعني انا غريب. لازم عندنا خمسه من السيمتومز هذه ونسوي رول اوت للسايكوتيك ديس اوردر، والمده الزمنيه سنه. ام يعني ماجيكال ثينكينج، يفكر في بالتليباثي، ممكن حتى يتكلم عن الفضائيين، اليونيكورنز، اوكي، اشياء احنا عارفين انها ممكن تكون خياليه او غير واقعيه. اي اكسبيرينسينج انيوجوال بريسبشنز، يعني انه يقول لك والله انا فجاه حسيت انه كان في احد قاعد جنبي بس هو ما في احد قاعد جنبه. بي بارانويد ايديشن، يعني يكون عنده بارانويا وشكك. اي سنتريك بيهيفير اور ابييرنس، طريقه تصرفاته او طريقه لبسه تكون اي سنتريك بمعنى غريب اثوار، تمام. سي كونستريكتد اور ان ابروبريت افكت، الافكت قلت لكم اللي هو الايموشنال اكسبريشن، تمام، ويكون فيشل اكسبريشن، يكون ان ابروبريت غير ملائم او حتى ضيق، ضيق بمعنى انه ما يوريك الفول ايموشنال اكسبريشن، تمام، يعني حاجه تحزن تلاقيه كذا ما يحزن عليه، او حتى ممكن تكون ان ابروبريت، حاجه تحزن تلاقيه يبتسم او يضحك. يو ان يوجوال ثينكينج اور سبيتش، يتكلم بطريقه فيد، يتكلم كذا بطريقه غير مفهومه، انه قاعد يكلمك كلام عادي لكن انت ما انت فاهم هو عن ايش قاعد يتكلم. ال لاكس كلوز فريندز، ما عنده اصحاب، تمام. اي ايدياز اوف ريفرنس، يعني يحس انه كل شيء يتمحور حوله والكون يتمحور حوله. اليوم مطرت، معناها المطر هذا علامة كونية اني لازم اروح واسوي وافعل كذا وكذا وكذا. ايه anxiety in social situation which does not diminish with familiarity. يعني يا جماعة الخير، احنا مثلا اول يوم دوام في الجامعة كلنا حسينا بانكزايتي شوية، انه مكان جديد وناس جديدة، لكن خلاص تعودنا ما عندنا الانكزايتي. لكن الشخص اللي عنده سكيزوتايب البرسوناليتي ديس اوردر ما يتعود، تمام. اخر شيء ار رول اوت سايكوتيك ديس اوردر، ليش؟ لانه البيبل اللي عندهم سكيزوتايب البرسوناليتي ديس اوردر كان جو اون اند ديفلوب سكيزوفرينيا. اوكي، الان كلستر بي، كلستر بي في انتي سوشيال وبوردر لاين وهيستريونيك ونارسيسستيك. اول شيء حنبدا بالانتي سوشيال اللي هو بالعربي يقول لك الشخصيه المعاديه للمجتمع. الدايجنوسيس هنا تريكي شويه، لازم يكون عندنا 3 اور مور سيمبتومز of corrupt. كلمة corrupt يعني تدمير أو إفساد. Since the age of 15 years old and the patient is currently 18 years old or older. إيش يعني؟ يعني الأعراض هذه اللي موجودة اللي حنذكرها لازم تكون موجودة من سن ال 15 سنة، والبيشنت اللي قدامي لازم يكون 18 سنة أو أكبر. طب إذا كان أقل من 18 سنة والأعراض هذه موجودة نقول conduct disorder، لكن البيشنت الاعراض هذه من عمره 15 سنه والان هو صار في السن القانوني 18 سنه او اكثر، لازم نقول في ثلاثة اعراض من هذه، ايوه في، خلاص هذا عنده انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر. اول شيء حرف السي، cannot conform to law or social norms، يعني انه الكومن سنس ما يهمه، القوانين اللي وضعتها الدوله او الحكومه او المكان اللي هو فيه يكسرها ويسوي illegal activities.
او obligations ignored، بمعنى انه هو شخص irresponsible. لو انت تحمله تاسك او مسؤوليه ما يسوي التاسك هذه او ما يهتم. are reckless disregard for the safety of others or self. ممكن يكون انه يسوي activities خطره على نفسه وعلى الناس وما يهمه لو هذا الشيء اذى او اذى الناس. are remorselessness، يعني انه ما يحس بالشفقة أو الرحمة تجاه الآخرين. يو underhanded، بمعنى أنه distasteful، يخدع الآخرين وينصب على الآخرين. بي planning insufficient، impulsive. impulsive يعني أنه ما يخطط بشكل مظبوط على طول، زي ما يقولوا مع الخيل يا شقرة. أوكي، بس أنه طبعا في الأكتيفيتيز اللي تكون illegal بالغالب. تي التمبر، يكون دائما عصبي المزاج، الريتبل، يتنرفز بسرعه واجريسيف، ممكن يؤذي الناس او اجريسيف، تعامله مع الناس يكون اجريسيف، مو بحبي او بطريقه سيئه او بطريقه عصبيه. الان البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، هذا ممكن اكثر اضطراب في البيرسوناليتي ديس اوردرز، ممكن تسمع عنه، اللي اسمه اضطراب الشخصيه الحديه. لازم يكون في 5 symptoms of كلمة impulsive for at least 1 year. الاضطراب هذا more common in women، تمام؟ بينما اللي تكلمنا عنه قبل شوية antisocial more common in men. هل ممكن يصير في الومن؟ ايوه. هل البوردر لاين ممكن يصير في المن؟ ايوه. عموما البوردر لاين is all about impulsivity، التسرع. كلمة impulsive لازم عندنا 5 منها. أول حاجة I impulsive self-damaging ways، تصرفات ممكن تأذي النفس. at least two times of sex, drugs or excessive spending، يا إنها تروح تدفع مبالغ طائلة، يا إنها تستعمل مخدرات، يا إنها تدخل في علاقات جنسية ممكن هذه تأذيها. at least two times. ال M المود يكون unstable. ال P يكون في paranoia or dissociation under stress. لما يكون في ستريس عالي على الفرد هذا اللي عنده بوردر لاين، يصير عنده بارانويا، شكاك في اللي حوله. اليو انستيبل سيلف ايمج، نظره الشخص او الانسان لنفسه تكون انستيبل، متغيره، مره انا شخص جيد ومره انا شخص جدا سيء. ال ليبل انتنس ريليشن شيب، بمعنى انه هو او هي او هو يقسم الناس كلهم على قسمين، هذا افضل شخص في الحياه كلها وهذا أسوأ شخص في الحياة كلها. is suicidal gesture or self harm. مشكلة البوردر لاين إنه الناس اللي عندهم بوردر لاين دائما يسووا حاجة اسمها suicidal gesture، عبارة عن self harm. يعني مثلا من الأمثلة إنه patient يكون عنده بوردر لاين، صار لها ستريس، مود انستابل، قررت إنها تسوي suicidal gesture. إيش هو suicidal gesture؟ بلعت حبوب، مثلا 40 حبه من دواء مثلا عشان تنتحر، في نفس الوقت بلغت كل اللي حولها انه ترى انا بلعت الحبوب. اوكي، او مثلا تحاول تنتحر قدام عائلتها، طبيعي يعني الناس شايفينها حيحاولوا يروحوا ينقذوها او حيحاولوا يوقفوها. هذا المقصود بالسوسايد الجستشر. هل السوسايد الجستشر ممكن في النهايه يؤدي الى سوسايد؟ ايوه طبعا. مثلا الناس ما عرفوا ينقذوها، هي فعلت الفعل قدامهم هذا والناس ما عرفوا ينقذوها، بالتالي ماتت. I inappropriate anger، الشخص هذا يكون عصبي بزيادة عن اللزوم لما يصير في حاجة تعصب. V huge effort to avoid real or imagined abandonment، ما يبغى الناس يتخلوا عنه، ما يبغى علاقاته أو علاقاتها تنتهي. و E emptiness feeling، دائما يكون في chronic feelings بالشعور بالفراغ بشكل مزمن. افضل سايكوثيرابي لهذا الاضطراب اسمه DBT، دايلكتيكال بيهيفيرال ثيرابي. الان نتكلم عن الهستيريونيك بيرسوناليتي ديس اوردر، الشخصيه الهستيريه. لازم يكون عندنا 5 اور مور اوف اكترس. اكترس يعني ممثله، بس احنا ضفنا 3 اسز. اي الابيرنس يوز تو اتراكت اتنشن، برضو الهستيريونيك ترى مور كومن ان وومن، فهي تلبس بطريقه عشان تجيب الاتنشن لنفسها. في سنتر اوف اتنشن اذروايز شي فيلز انكمفورتبل، لو ما كانت محور الاهتمام مثلا في الجمعه هذه او في المكان هذا
تحس انها تصير uncomfortable، في يعني theatrical انها تتصرف بطريقه theatrical، تعرفوا يعني theatrical يعني طريقه سينمائيه او زي في الثيتر. ار الريليشن شيبس علاقاتها، هي تعتقد انه العلاقه مع صاحبتها انه هم في ليفل جدا عالي، بينما هم مثلا ممكن يكونوا دوبهم تعرفوا على بعض. easily influenced، الشخص هذا ممكن تسوي له انفلونس بسهوله جدا، تاثر على قراراته وعلى ارائه بسهوله جدا. الاس سدكتيف بيهيفير اور ابييرنس، يعني انه الانسانه هذه والانسان هذا يلبس يعني ملابس للاثاره الجنسيه، او حتى التصرفات تكون سدكتيف من اجل الاثاره الجنسيه في اماكن عامه حتى احيانا تصير. الاس شالو اكسبريشن اوف ايموشن، الايموشنز حقت الشخص هذا او الانسان هذه لما تيجي تبي تعبر عنها تعبر عنها بطريقه فارغه او شالو او يعني طريقه سطحيه جدا. السبيتش يكون فيج بطريقه غير واضحه، بطريقه يعني غير مفهومه، هي بتتكلم كلام مفهوم لكنه فيج. النارسيسستيك، اضطراب الشخصيه النرجسيه. اوكي، مشكله الاضطراب هذا انه يعني كل ما احد اتصرف بثقه في النفس احيانا قالوا عليه نرجسي، هذا فلان نرجسي. لا، الموضوع ابدا مو كذا، الموضوع له دياجنوستيك كرايتيريا وله مده زمنيه زي كل اضطراب شخصيه ثانيه. والنارسيسستيك كومن ان من، اكثر في الرجال من النساء. لازم يكون جرانديوس، جرانديوس يعني ثقه عاليه في النفس. اوكي، خمسه من كلمه جرانديوس، اول شيء جي، جي يعني grandiose sense of self-esteem، دائما المهارات اللي عنده او الاتشيفمنت يكبر فيها بشكل زياده عن اللزوم. ار requires excessive admiration، يعني انه يحب المدح. تمام، او اف اي arrogant، arrogant يعني انه وقح في تعامله مع الناس بشكل عام. ان needs to be special and associate with other special or high status people، يعني مثلا يروح يتصاحب مع مدراء الشركات، تمام، او الناس اللي يكونوا status حقهم جدا عالي. اوكي، في المجتمع. دي dreams of success power and beauty and love، دائما يكون عنده fantasies طوال الوقت، يفكر في انه انا حصير اقوى واحد، وانا حصير اجمل واحد، وانا حصير افضل واحد، دائما تفكيره عن الاحلام هذه. I interpersonally exploitive، يعني يستغل الناس، أو others، الأذرز، الأذر بيبل في حياته، ما يحس برحمة تجاههم وما يقدر مشاعرهم أو يحس بمشاعرهم. الـ sense of entitlement، يعني هو يكون يؤمن إني أنا أستحق كل حاجة. تمام، والـ envious إنه حسودي. طبعا كلنا نستحق اشياء حلوه في الحياه، وكلنا نستحق ثقه في النفس، لكنه لما الاعراض هذه تتجمع وتاثر بالطريقه السلبيه وقتها نقول نارسستيك بيرسوناليتي ديس اوردر، ولازم سايكايتريست اللي طبعا يقيم الحاله. اوكي، فما نروح نقول لكل احد انه واثق في نفسه ولا يحلم بالاشياء هذه، او حتى ممكن غلط مره واحده وعمل واحده من الاشياء هذه، او هذا عنده نارسستيك بيرسوناليتي ديس اوردر. الان الكلستر الاخير وخلاص قربنا نخلص، اللي هو كلاستر سي، افويدنت اوبسيسيف كومبلسيف وديبندنت. الافويدنت الشخصيه اللي تحاول تسوي افويدنس وتحاول تتجاهل، الدايجنوستيك كرايتيريا حقها كرنجز، لازم اربعه من كلمه كرنجز، كرنجز يعني يتقزز او يتقرف، او تعرفين الكلمه اغلبيتكم مر عليهم كلمه كرنج. سي يعني كريتيسيزم اور ريجكشن preoccupied thoughts in social situation، يعني هو مثلا راح عزيمة، تمام، كذا طول الوقت يفكر انه الناس حيرفضوني، بلاش اتكلم مع احد، بلاش اتكلم مع احد، حينتقدوني اول ما يشوفوني. لو تفكروا تشبه السوشيال انزايتي ديس اوردر، لكنها ما هي سوشيال انزايتي ديس اوردر. الار restraint in relationships due to the fear of being shamed، يعني مثلا كون صداقة مع فلان لكنه ما يشارك اهتماماته مع صديقه، لانه يحس انه ممكن صديقه يشوف هذه الحاجه سخيفه، فما يبغى يحس بالاحراج. I inhibited in new relationships
due to the fear of inadequacy، يعني انه هو يحس انه شخص غير كافي. ان needs to be sure of being liked before engaging socially. يعني مثلا دكتور المادة، انا ما راح اروح اساله، انا والله عندي اسئله في الماده لكن مستحيل اروح اكلمه، لاني انا ماني متاكد هل هذا الدكتور يعني انا اعجب الدكتور هذا ولا لا، او فلان انا شايف فلان والله رائع لكن مستحيل اروح اكلمه، يمكن هو متقرف مني، يمكن انا ماني عاجبه. جي gets around occupational activities requiring interpersonal contact، يعني لو في شغل او وظائف او وات ايفر لازم يكون عنده interpersonal contact، لازم ناس يكون عارفهم. E embarrassment prevents new activities or taking risk، دائما هو عنده شعور بالخجل فبالتالي ما يسوي risk أو ما يسوي new activity. S self views self viewed as unappealing or inferior، يشوف نفسه أقل من الناس دائما. Dependent الشخصية الاتكالية، الشخصية الاتكالية فيها five or more symptoms of reliance. كلمة reliance يعني اعتماد. are reassurance or advice required for everyday decisions in an excessive way. يحتاج نصيحة في كل أمور حياته. E expressing disagreement difficult. صعب إنه لما إذا شيء صار ما عجبه أو إذا شيء صار هو ما يتفق معاه، صعب عليه إنه يعبر إنه أوه أنا ما اتفق مع هذا الشيء او ما ابغى هذا الشيء. ال life responsibilities assumed by others، يعني اموره المهمه انه مثلا يحتاج يسجل في الجامعه، يحتاج في يعمل الامور في الدوائر الحكوميه، ما يقدر هو يسويها بنفسه، يعتمد على الاخرين. I initiating project difficult، لانه ما عنده self confidence، ما عنده ثقه في نفسه، فبالتالي اي مشروع اي project ما يبدأ فيه. ايه alone، alone بمعنى انه يحس انه لما يكون لوحده في اي مكان يصير helpless، مو قادر يساعد نفسه، ويحس نفسه uncomfortable، ما هو مرتاح، ويحس بيأس. in the person goes to excessive lengths to obtain no returns، يعني انه يسوي المستحيل عشان يلاقي ناس حوله، يلاقي اكتفاء عاطفي. سي companionship sought urgently، لو هو انحط في مكان جديد على طول يدور companionship، companion زميل او زميله. اي exaggerated fear of being left to care for self، يخاف انه ينترك لحاله، مثلا والله فلان احنا اليوم كلنا خارجين من البيت، خلاص انت يعني سوي لنفسك اكل وما اعرف ايش، خلاص هو عنده خوف كبير انه مثلا يصير هذا الشيء او انه ينترك انه يعمل اموره لحاله. عشان كذا اسمها dependent personality disorder، اضطراب الشخصية الاتكالية أو الاعتمادية. آخر شيء ال obsessive compulsive personality disorder. obsessive compulsive personality disorder مو OCD، مو obsessive compulsive disorder. هنا عندنا كلمة scrimber، تمام؟ لازم أربعة من كلمة scrimber. أول شيء الاس stubborn، تمام؟ ممكن يقولوا عليه دماغه يابسة. تي cannot discard worthless objects، يعني كل الاوبجكتس اللي عنده في الغرفه، اوراق مثلا من الجامعه ما يحتاجها، لا خليها ممكن احتاجها. ار رول سلاش ديتيل اوبسست، يعني كل القواعد اللي في حياته كل الديتيلز يكون اوبسست فيها، تمام. اي انفلكسيبلز اوف ماترز اوف موراليتي ايثكس وفاليوز، يعني مثلا احنا عندنا في الاسلام أمور محرمة علينا مثل أكل لحم الخنزير مثلا، هو إنه inflexible، إنه في ناس ما هم مسلمين. لا كيف الناس هذول مو مسلمين؟ الناس حصلوا إنه تولدوا في مكان ما هم مسلم وما هم مسلمين، لا مستحيل. أو مثلا إحنا عندنا في الإسلام مذاهب، وبعض المذاهب هذه نختلف في بعض الأمور الصغيرة، فانه هو على المذهب اللي ماشي فيه مثلا المذهب الحنبلي هو الصح، غيره انت غلط، تمام. وهذه ايوه تيجي في الامور الدينيه مو بالشرط ethics او morality، تمام. ام miserly، يعني انه يحس انه miserable طوال الوقت، بشعور سيء طوال الوقت، او انه حتى ممكن يحس اللي حواليه بشعور سيء لانه ماشي على الديتيلز 100%. بي perfectionist،
هو الشخص هذا بيرفكشنست لدرجة انه ما يكمل الحاجة، يا اسوي المشروع هذا او الشيء الفلاني او الشيء اللي انطلب مني 100% يا ما اسويه. اي اكسكلودز ليجر دو تو ديفوشن تو ورك، يعني عنده الشغل اهم من الراحة، يبطل من الراحة، طز في الراحة، المهم اني قاعد شغال طوال الوقت. ار ريلكتنت تو ديليجيت تو اذرز. كذا خلصنا، سامحوني انا مره طولت، باقي اشياء بسيطه ما هي يعني من المحاضره. اول شيء حتلاقوا هنا السايكو فارماكولوجي، انا ضفت لكم فيديوهات، انا ماني فارماسيست بصراحه ولا ادرس صيدله، فقلت بلاش اشرح الفارماكولوجي، ضفت الفيديوهات اللي انا استفدت منها ممكن تشوفوها. هذه السايكاتري ريسورسز، اول شيء العلم مو حصري مني، أنا يمكن في اليوم أمور ما شرحتها بالشكل المطلوب أو بأحسن شكل، يعني حاولت قدر المستطاع أعطي كل اللي عندي، وبإذن الله أني وفقت في بعض الأمور، وإن شاء الله أنه إذا وفقت فهو من الله، وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان. كل هذه الكتب الموجودة، وضفت لكم أول شيء فيديوهات السايكاتري تقدروا تتفرجوا عن كل المواضيع. وأنا اللي أفضله إذا أنت ستودنت ليفل أستخدم كيس فايلز، وأستخدم فيرست إيد فور ذا سايكاتريك ليدرشيب. ثاني شيء في النهاية أبغاك تفهم حاجتين، أوكي؟ أول شيء الإنسان المريض اللي يجيك في العيادة عبارة عن إنسان، ما هو تشيك ليست. لو تلاحظوا أنا اليوم كله عبارة عن دايجنوستيك كرايتيريا، كل المحاضرة عبارة عن دايجنوستيك كرايتيريا، لأنه كراش كورس ما هو سايكاتري كورس بالكامل، تمام؟ كراش كورس عشان يساعدك تحل في الاختبارات وتحل في الاسئله، لكن في الواقع ترى انت بتاخذ هيستوري وانت بتتعامل مع انسان، الانسان هذا له عواطف، الانسان هذا حتى ممكن متازم من انه هو جيك بمشكله نفسيه ومحرج. وروح الانسان دائما غاليه يا جماعه الخير. روح الانسان دائما غاليه، تمام؟ البيشنت هذا اللي قدامك ترى ممكن يكون اب محبوب، ممكن يكون زوج محبوب، ممكن تكون ام محبوبه، جدة محبوبة، ابن محبوب. والاضطرابات النفسية ممكن تؤدي للانتحار كما ذكرنا في بعض الاضطرابات، يعني روح الشخص هذه ممكن تفلت لو ما عالجناها، لو ما اهتمينا فيها. وحتى أنتم كأشخاص أرواحكم غالية على نفسكم وعلى من حولكم، تعلموا دائما شدوا حيلكم عشان نفسكم وعشان تقدروا تساعدوا الناس وعشان أنتم تكونوا بصحة كويسة. هذه الكونتاكت انفورميشن، تويتر حقي، التليجرام حقي، رقم الجوال حقي، وحساب فريق الطب النفسي على تويتر، وحساب معلم من يصغرني. تابعونا، دائما حننزل كورسات اول باول باذن الله، بعضها حتكون حضوري بعضها حتكون اونلاين، وحننزل حملات، وتقريبا الفرص مفتوحه للجميع. لو تحتاجوا ثيرابي عندنا كالبنيان، اضغطوا على الرابط، تمام؟ حيوريكم كالبنيان كيف تسجلوا في كالبنيان. ثيرابي سري بالكامل، في عندنا دكاترة وثيرابيست، والموضوع سري 100%. ممكن حتى انت تسجل باسم وهمي وتحط ايميل وهمي. لو ما تبغى كلب بنيان، احنا عندنا دليل الاطباء والاخصائيين النفسيين بالمملكة العربية، بالمنطقة الغربية، مكة، جدة، الطائف، تضغط عليه يفتح يطلع لك اسامي الدكاترة والمراكز. وشكرا لحضوركم، سامحوني اذا يعني قصرت معاكم اليوم، كان في امور كان نفسي اشرحها بطريقة افضل لكني مضغوط في الوقت. وإن شاء الله إني ما قصرت معاكم، السلايدات حتجيكم في الجروب ورابط التقييم، يعني قيموني بصراحة عشان أقدر أقدم أشياء أفضل المرات الجاية. ويعطيكم ألف عافية على وقتكم وحضوركم معايا اليوم.